بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الأسئلة الحائرة، أسئلة كثيرة جدا الحقيقة من امبارح، من عندما أصدر النادي الأهلي قرارا أو خمس قرارات الحقيقة بعد الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على كرة القدم. خمس قرارات زي ما حضراتكم شفتوها وزي ما أعلناها هنا من خلال ملعب الأهلي. بعد هذه القرارات كل واحد عنده كلمة طلع يقولها، كل واحد عنده سؤال طلع يسأله، كل واحد عنده فكرة عايز يقولها، فكرة بتيجي بس في دماغه بيطلع يقولها، وأسئلة كثيرة جدا جدا من امبارح لغاية النهاردة. هو ليه النادي الأهلي مثلا من ضمن هذه الأسئلة إيه؟ يقولك النادي الأهلي قرر هذه القرارات بعدما تعادل مع النادي الإسماعيلي. طب بالعقل كده، يعني اللي بيسأل السؤال ده أنا عايزه يفكر الأول قبل ما يسأل السؤال ده. يعني إحنا عملنا كده أو النادي الأهلي عمل كده علشان اتعادل مع النادي الإسماعيلي. طيب لو النادي الأهلي ما كانش اتعادل مع النادي الإسماعيلي كان إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ كان إيه اللي هيحصل؟ كان هيبقى النادي الأهلي فارق بنقطة عن نادي الزمالك إذا كان كسب الإسماعيلي وكسب المقاولين، ونادي الزمالك كسب كل مؤجلاته الأربع مؤجلات لحين مباراة الأهلي والزمالك، وبالتالي كان ساعتها النادي الأهلي لازم يكسب نادي الزمالك أو يتعادل مع نادي الزمالك. إذن القرار كان في إيد مين؟ في إيد لعيبة النادي الأهلي، وحتى الآن القرار سيظل في إيد لعيبة النادي الأهلي، أو الدوري سيظل في إيد لعيبة النادي الأهلي. عشان كده لما الناس تطلع بتتكلم أو بتقول أي كلام، أو كل واحد من أنا آسف مش أي كلام ولا حاجة، كل واحد من حقه يقول وجهة نظره، كل واحد من حقه يقول وجهة نظره، ولكن لما تيجي تقول وجهة نظرك حاول تفكر الأول هو إيه الفرق ما بين التعادل والمكسب. نقطتين مظبوط، النقطتين دول كانوا هيؤثروا في إيه؟ إن أنت لازم تكسب الزمالك أو تتعادل مع الزمالك في المباراة الأخيرة، ده إذا كان النادي الأهلي كسب الإسماعيلي وكسب المقاولين العرب. دلوقتي ما زال الدوري العام المصري في أرجل لاعبي النادي الأهلي. ليه؟ لأن النادي الأهلي لو خد ست نقاط من المباريات القادمة، على افتراض أن نادي الزمالك لعب مبارياته المؤجلة وكسب كل مباريات المؤجلة، وبالتالي هيفضل أن النادي الأهلي لازم يكسب نادي الزمالك في المباراة الأخيرة. سيبك من كل ده، دائما وفي الطبيعي وفي العادي لما بتيجي تفكر أو لما يجي جمهور النادي الأهلي يفكر في مباراة الزمالك بيفكر في إيه؟ لا يفكر في شيء آخر إلا المكسب فقط، المكسب. النادي الأهلي عمره ما بيلعب على التعادل مع حد، خصوصا في مصر أو برا مصر كمان. وأنا قلت لحضراتكم قبل كده خلال الأيام السابقة إن ده مش عايز بس أوصل لحاجة كبيرة جدا، أنا أقول لكم إن إحنا كنا إما بنفكر في كأس العالم للأندية مثلا، لما كنا بنيجي نلعب فريق قوي ريال مدريد برشلونة الفرق الكبيرة دي، لو كنا هنلعبها يعني كنا عايزين نعرف هنكسبهم ازاي، كنا بنفكر هنكسبهم ازاي. فما بالك بالمباراة ديربي اللي دائما ما بتكون ديربي الوطن العربي زي ما بيسموه نادي الاهلي ونادي الزمالك، كل جمهور نادي الاهلي بيفكر في كيف يهزم النادي الاهلي نادي الزمالك مهما كانت المباراة، حتى لو كانت المباراة بدون قيمة يعني. فما بالك ان المباراة دي هتكسبك دوري. فالحقيقة يعني سؤال غريب جدا، وسؤال ما ينفعش يتسأل، ما ينفعش يتسأل وما ينفعش يتقال. في مثل مثلا برضو في بعض القرارات أو بعض الأسئلة اللي بتتقال يقولك إيه؟ أصل النادي الأهلي مش عايز أو عايز يلعب مبارياته في كاس مصر أو مباراته في كاس مصر مع نادي بيراميدز علشان عبدالله السعيد مش موجود وعلشان عمر خربين مش موجود. تخيلوا الدماغ وصلت لإيه؟ تخيلوا حضراتكم الدماغ وصلت لإيه؟ الدماغ ده وصلت إن النادي الأهلي بياخد قرار أو بياخد خمس قرارات مهمة جدا ومصيرية جدا علشان ما نلعبش مباراة أو نلعب مباراة الكاس وعبد الله السعيد مش موجود وخربين مش موجود. تخيلوا الدماغ وصلت لغاية فين؟ كل واحد من حقه يقول اللي هو عايزه، أنا ما عنديش مشكلة بالمناسبة، يعني اللي عايز يقول حاجة يقولها، ولكن النادي الأهلي، النادي الأهلي صاحب البطولات قد ايه؟ انا مش عايز اقول كل شويه البطولات قد ايه، لكن النادي الاهلي صاحب البطولات هياخد قرار ان هو ما يستكملش الدوري العام المصري الا اذا القرارات اللي سمعتوها امبارح، ويلعب مباراه الكاس علشان ما يلعبش عبد الله السعيد وعمر خربين. يا نهار ابيض يا جماعه الدماغ، ايه الدماغ دي؟
ايه الدماغ دي؟ دي دماغ غريبة الحقيقة، او دماغ بتفكر بشكل متطرف جدا، بشكل متطرف جدا. قال النادي الاهلي مش عايز يلعب مباراته، او عايز يلعب مباراته في الكاس مع بيراميدز عشان عبد الله السعيد وعمر خربين مش موجود. وبالتالي يعني الاسئله هي مردود، الاسئله مردود عليها كويس جدا جدا جدا. لكن انا حبيت بس اوري لحضراتكم كل حاجه، او بوري لحضراتكم واحده واحده كل حاجه على الترابيزه زي ما بيقولوا. من ضمن الاسئله، من ضمن الاسئله اللي الناس بتسالها او اللي الناس بتقولها، هو النادي الاهلي ما كانش معترض او ما عندوش اي مشكله في السابق يعني، واتقالت تصريحات على لسان بعض مسؤولي النادي الاهلي، ده بعض البعض بيقول هذا الكلام يعني، اتقالت تصريحات على لسان بعض من المسؤولين في النادي الاهلي ان ما عندهمش مشكله ان الدوري يخلص، ده قبل كده يعني، ان الدوري يخلص بعد كاس الامم الافريقيه. يا جماعه اللي بيقول الكلام ده يجيب لي تصريح واحد لمسؤول في النادي الاهلي بيقول هذا الكلام، تصريح واحد. احنا حتى هنا في ملعب الاهلي لما كنا بنيجي نسال، كنا بنسال لما كان معايا الحاج عامر حسين من حوالي شهر، قلت له الدوري هيخلص قبل ولا بعد؟ مجرد سؤال، الدوري هيخلص قبل ولا بعد؟ مسؤول واحد في النادي الاهلي طلع قال اي حاجه من هذا الكلام اللي بيتقال. خلي بال حضراتكم، الناس اللي بتقول لكم الكلام ده بتقوله لكم عشان توديكم في سكه ان النادي الاهلي بيعمل كده علشان يبوظ الدوري. انا بجيبها لكم اهو بمنتهى البساطة وبمنتهى الوضوح. يبوظ الدوري ليه؟ يبوظ الدوري ليه؟ أنا عندي ماتشين أكسبهم وأبقى بطل الدوري، أبوظ الدوري؟ يا نهار أبيض يا جماعة، والله أنا من امبارح للنهاردة بسمع كلام غريب جدا 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 جدا. النادي الأهلي، النادي الأهلي اللي من 1907 لغاية دلوقتي هياخد قرارات زي اللي اتخذت امبارح علشان ما يلعبش بيراميدز بعبد الله السعيد وخربين. والله العظيم دي حاجه تضحك، وانا مش عارف اقول ايه يعني، انا ما عنديش حاجه اقولها. ان اللي بيفكر هذا التفكير من حقه ان هو يفكر بهذا الشكل، ولكن بعيد قوي يا جماعه التفكير ده، بعيد قوي عن الحقيقه، بعيد قوي عن الكلام اللي احنا عارفينه عن النادي الاهلي، بعيد قوي عن اسم النادي الاهلي. هو مش النادي الاهلي ده اللي مشى عبد الله السعيد، ولا ده حد تاني، ولا نادي تاني اللي مشى عبد الله السعيد؟ بالعقل يعني، عبد الله السعيد لعيب جامد جدا ومؤثر جدا وكل حاجه، ولكن النادي الاهلي بيلعب مع لعيبه جامدين جدا في كل الانديه اللي بتلعب ضد او المنافسين للنادي الاهلي. الكلام ده ما ينفعش يتقال لمجرد ان هو اللي بيقوله يعني، بيقوله لمجرد ان هو عايز يودي الجمهور في سكة ان يا جماعة النادي الاهلي بيفكر تفكير علشان الخمس قرارات اللي خدهم دول بيعملهم علشان يلعب بيراميدز من غير عبد الله وخربين. يعني مش عارف اقول ايه، مش عارف اقول ايه الحقيقة. كل القضايا اللي بنتكلم فيها وكل القرارات اللي خدها النادي الاهلي للمصلحه العامه ولمصلحه النادي الاهلي، الناس بتقول لك اصله النادي الاهلي يا جماعه ما بيفكرش غير في مصلحته. طيب هو مجلس اداره النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي هيفكر في مصلحه مين؟ هيفكر في مصلحه النادي الاهلي؟ طبعا هيفكر في مصلحه النادي الاهلي. قبلها هيفكر في مصلحه مين؟ هيفكر في مصلحه البلد، الافضل للبلد ايه؟ وهو ده اللي احنا متعودينه من النادي الاهلي، هو ده اللي احنا عارفينه عن النادي الاهلي، بيفكر اولا في مصلحه البلد وبعد كده مصلحه النادي الاهلي. سيبوكوا بقى من اللي بيطلع يقعد يزايد ويقول لك اصل الاخوان مش عارف مين والاخوان والوطنيه والمعروف، كل واحد وبيحب مين وبيكره مين، ومعروف الكابتن خطيب ده ايه، ومعروف العمري فاروق ده ايه، ومعروف الاستاذ العمري فاروق ده ايه، ومعروف الاستاذ خالد الدرندلي ده ايه، ومعروف خالد المرتجي ده ايه، ومعروف كل الناس دي معروفه. كل الكلام اللي بيتقال ده ما هو الا فقاعات هوا، صدقوني كل الكلام اللي بيتقال ده ما هو الا فقاعات هوا، هوا بس كده بيطلع وخلاص لمجرد التشويش يعني. ولكن الحقيقه احنا لا نزايد على احد. بالمناسبه انا وطني، انا اسمي اسلام محمود الشاطر، راجل مصري من الالف للياء،
وحضرتك اللي قال الكلام ده او اللي بيقولوا الكلام ده كلهم وطنيين على فكرة، ما عنديش اي مشكلة، كلهم وطنيين وكل... يعني انا لا ما اقدرش ازايد عليهم، ما اقدرش ازايد على وطنيتهم، والناس عارفة كويس كل حاجة، كل حاجة معروفة، الناس عارفة كويس جدا الكلام اللي بيتقال ده بيتقال ليه وبيتقال دلوقتي ليه، كل ده عشان النادي الاهلي بيحاول ان يحافظ على حقوقه، مجلس ادارة النادي الاهلي بيحاول ان يحافظ على حقوق النادي الاهلي. ففي النهاية الموضوع كله عبارة عن حفظ للحقوق فقط لا غير. ألعب دوري أنا إزاي أقعد 60 يوم، 60 يوم مستني أقول للعيبة دي إيه؟ أدي لهم دوافع إزاي؟ أنا بتكلم بقى فنياً. أدي لهم دوافع إزاي إن هم يلعبوا الفترة اللي جاية أو يتمرنوا الفترة اللي جاية. حاجات كتيرة جداً الواحد بيسمعها ومش عارف أقول إيه، مش عارف، وبعدين بيقول لك أصله الدوري، طب الزمالك ازاي هيلعب 5 مباريات في الدوري او قبل المعسكر زي ما تونس عملت. تونس عملت ايه؟ انا جبت لكم بالورق بقى النهارده. تونس عملت ايه اهو؟ الجامعه التونسيه لكره القدم رزنامه الموسم الرياضي 2018-2019 30 ابريل اهو امام حضراتكم 2019 الجوله 12 الثانية عشر إياب وقبل الأخيرة 3 جوان 2019 المباراة المتأخرة لحساب الجولة العاشرة إياب بين الترجي الرياضي التونسي وشبيبة القيروان، المباراة المتأخرة لحساب الدور ربع النهائي لكأس للكأس بين النجم الساحلي والنادي الإفريقي يوم 6 جوان 2019 الدور نصف نهائي لكأس تونس يوم 9 جوان 2019 المباراة المتأخرة لحساب الجولة 11 بين الأفريقي والترجي يوم 12 جوان المباراة المتأخرة لحساب الجولة 12 إياب بين الاتحاد الرياضي والترجي الرياضي التونسي يوم 15 جوان الجولة الأخيرة من البطولة. هيخلصوا البطولة من يوم 31 بالمناسبة، نهائي دوري أبطال إفريقيا هيتلعب يوم 31 مش يوم 26، فبالتالي يوم 31 هيخلصوا يوم 15 والمعسكر بتاع المنتخب هيشتغل عادي يوم 6 في تونس. الكلام ده في تونس، الكلام ده في تونس. احنا عندنا هنا نهائي البطولة الكونفدرالية، كل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله في النهائي الافريقي، ان شاء الله يكسب نادي الزمالك، وزي ما قلت لحضراتكم امبارح عشان ان شاء الله يصبح تاني نادي بعد النادي الاهلي بيفوز بالبطولة الكونفدرالية، حاجة جميلة جدا لمصر ان شاء الله، تبقى حاجة جميلة وحاجة مشرفة جدا. فعشان كده انا بقول لحضراتكم نادي الزمالك هيلعب يوم 26، احنا ممكن بقى بدل يوم 15 نلعب لغاية يوم 10 مثلا، كل 3 أيام مباراة، زي ما النادي الأهلي لعب في شهر فبراير 28 يوم 8 مباريات، وأنا وريتكم الكلام ده امبارح. النادي الأهلي لعب في شهر فبراير 8 مباريات ووريتها لحضراتكم امبارح، وكانوا هيبقوا 9 في بيراميدز اللي اتأجل، بيراميدز في الكاس اللي اتأجل أو في الدوري. طب ايه العيب في اللي احنا بنقوله؟ ايه الغلط في اللي احنا بنقوله؟ انا بفند مع حضراتكم الكلام اللي بيتقال من امبارح للنهارده. هو انا اللي طلعت قلت انا مش هلعب مؤجلاتي الا لما النادي الاهلي يلعب مؤجلاته؟ طب ورونا الفيديو ده يا جماعه. يلا. جاهز ولا لسه؟ طيب. هو انا اللي طلعت قلت كنادي اهلي على لسان مسؤول من عندي في النادي الاهلي انا مش هكمل مؤجلاتي لما النادي الاهلي يلعب كل مؤجلاته؟ هو انا اللي مضيت على جواب ان انا هلعب 3 مباريات في شهر مايو ولعبت مباراتين فقط؟ طب نقول ايه؟ نرد نقول ايه اكتر من كده يا جماعه؟ نرد نقول ايه اكتر من كده؟ وبالمناسبه بدون اي يعني احتقان ولا اي حاجه من الامور دي، انا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى السلاسه وبالراحه جدا علشان نفهم او نفهم من بعض الموضوع ماشي ازاي. هو مش نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هو اللي مضى على جواب بيقول فيه ان هو هيلعب 3 مباريات في مايو قبل النهائي الافريقي، وبعد كده رجع اتاجلت لمباراه لنادي الزمالك مره اخرى. مش أنا اللي قلت بالمناسبة، مش أنا رئيس نادي الزمالك، مش أنا اللي قلت.
هجيب لحضراتكم فيديو دلوقتي بيقول ايه مستشار مرتضى، بيقول لك يا جماعه انا مش هلعب اي مباريات ليا الا لما الاهلي يلعب مؤجلاته. فالموضوع منتهي يا جماعه، هو الموضوع مش انا اللي بقول، مش انا اللي عايز ابوظ، مش انا كنادي اهلي اللي عايز ابوظ. النادي الاهلي بحجمه وتاريخه وبطولاته عايز يبوظ الدوري عشان ماتشين؟ طب ما يروح الدوري، ما يروح الدوري. طب خلينا نروح نشوف المغرب برضو هيعملوا ايه. يعني ده تونس هتلعب يوم لغايه يوم 15/6، ومن يوم 6 معسكر المنتخب التونسي شغال مفيش مشكله عندهم لغايه بدايه من يوم 6، واللعيبه هتلعب مع فرقها المباريات المؤجله ليوم 15، بحيث ان الدوري التونسي ينتهي يوم 15 يونيو 15/6. ده بالنسبه لتونس. المغرب، هات لي المغرب. بلاغ، هم عندهم كده بلاغ، بتنسيق بين الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وبعد تشاور السيد فلان الفلاني رئيس الجامعة مع الناخب الوطني السيد كذا بخصوص التجمع الإعدادي الخاص بالمنتخب، ومن أجل برمجة الجولتين 29 و30، حيث أصبح كالتالي: إجراء المباراة المؤجلة بين فريقي الوداد الرياضي وأولمبيك خريبكة برسم الدورة 27 يوم 4 يونيو 2019، باستثناء المباراتين المقررتين بين نادي الوداد الرياضي ونادي اتحاد طنجة يوم الجمعة 17 مايو 2019، والدفاع الحسني الجديدي ضد حسينية أكادير يوم السبت 18 مايو 2019 برسم الجولة 29، ستجرى باقي مباريات هذه الدورة يومي 8 و9 يونيو 2019، أما الجولة 30 ستقام يومي 14 و15 يونيو 2019. ده الاتحاد المغربي، الاتحاد المغربي والاتحاد التونسي. اتحادات قوية أجبرت أو مش أجبرت، هي مش مسألة إجبار يا جماعة، هي مسألة إن أنا ألعب دوري أخلصه قبل بداية كأس الأمم الأفريقية ولا أخلصه بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية. أقعد 60 يوم ما أعملش أي حاجة، اللي يكسب الدوري يكسبه إن شاء الله يكون الأهلي، لكن اللي يكسب الدوري يكسبه واللي يتغلب يتغلب وخلاص، وكل واحد بقى يشوف حاله، اللي كسب يشوف هيعمل ايه، واللي اتغلب يشوف هيعمل ايه، واللي هينزل هيشوف هيعمل ايه، واللي هيطلع يشوف هيعمل ايه. لكن انا افضل قاعد من دلوقتي مش عارف اعمل ايه لغايه اخر 6، لغايه اخر 7 انا اسف، علشان خاطر ماتشين 3 مؤجلين. ينفع 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 زي ما قلت لحضراتكم، ده الاتحاد التونسي والاتحاد المغربي اهم، اتحاد تونس، اتحاد تونس واتحاد المغرب، قالوا لهم هنلعب يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. وبالمناسبة المغرب عنده فرقتين بيلعبوا، واحد في نهائي الكونفدرالية وواحد في نهائي دوري الأبطال. تونس عندها فريق بيلعب في نهائي دوري الأبطال، احنا عندنا فريق واحد فقط بيلعب في نهائي البطولة الكونفدرالية، هو نادي الزمالك اللي هيلعب بكرة إن شاء الله. بكرة يكسب نادي الزمالك إن شاء الله، وبعد كده العب مبارياتك، احتفل يوم 2 و3 العب. ايه المشكلة في اللي احنا بنقوله؟ طلع نادي الزمالك والاهلي بره الموضوع، البتروجيت تلعب مبارياتها بالترتيب اللي المفروض يتم ترتيبه في جدول الدوري العام المصري. حرس الحدود عشان اللي ينزل يبقى خلاص هو نزل لانه ما كانش كويس طوال الموسم، لكن ما يرجعش يقول لك ايه اصل انا نزلت عشان نطلعوا بتروجيت قبل حرس الحدود، ولا حرس الحدود قبل بتروجيت، وبتروجيت لعب الاهلي قبل مش عارف ايه، والزمالك لعب الكلام اللي بنسمعه اليومين دول، اللخبطه اللي احنا ماشيين فيها اليومين دول. لكن بهذا الشكل وبهذا المنظر كل اللي بيحصل ده ليه يا جماعه؟ كل اللي بيحصل ده ليه؟ انا مش فاهم. هو مش النادي الاهلي لعب 8 مباريات في البطوله سواء في الدوري او البطوله الافريقيه في شهر يناير؟ كنا بايتين هنا في القناه، كنا كل يوم قاعدين في القناه مع حضراتكم في شهر فبراير اللي فات في 28 يوم، وانا جبت لكم امبارح الجدول قد ايه النادي الاهلي لعب كام مباراه، عشان اللي بيقول لك اصل مش عايزين يعني الزمالك
من حقهم طبعا كمجلس اداره ان هم يدوروا على مصلحتهم، هم حرين. لكن النادي الاهلي، النادي الاهلي اتضغط كتير جدا في شهر فبراير، اتضغط كتير جدا في شهر فبراير، وكان بيسافر ويروح ويرجع ويسافر ويروح ويرجع ويلعب في افريقيا ويرجع. الكلام ده انا قلته لحضراتكم امبارح بالتواريخ وبالارقام. فعشان كده انا بقول لحضراتكم الموضوع مش محتاج لكل ده يا جماعه، ومش محتاج ان الناس تطلع عايزه توديكوا في سكه تانيه، عايزه توديكوا في سكه تانيه. بالمناسبه هو النادي الاهلي ما اتكلمش في اي حاجه الا لما جدول الدوري العام نزل رسمي. قبل كده كان في مشاورات وديه، مشاورات وديه، ولكن النادي الاهلي كان ما اتكلمش ولا اي مسؤول من النادي الاهلي اتكلم. اول ما الجدول نزل بشكل رسمي، لان بالمناسبه يعني مباريات الاسابيع الاخيره لسه نازله قريب، لسه نازله من كام يوم. فلما تيجي تعقل الكلام ده كله، لما تيجي تعقل الكلام ده كله، تعرف ان كل الكلام اللي بيتقال لك ده بيتقال لك لمجرد التشويش فقط، مجرد التشويش فقط. بالمناسبة برضو وانا بتكلم مع حضراتكم دلوقتي، فترات القيد في الاتحاد الافريقي امتى؟ من 1 يوليو الى 10 يوليو يرسل كل نادي القائمة الاولية بحد ادنى 23 لاعب. من 11 يوليو حتى 20 يوليو تستكمل الاندية قيد لاعبيها مع دفع غرامة 250 دولار عن كل لاعب يتم قيده، ويحق له المشاركة من الأدوار التمهيدية. من 21 يوليو حتى 31 يوليو تستكمل الأندية قيد لاعبيها مع دفع غرامة 500 دولار عن كل لاعب يتم قيده، ولكن لا يحق المشاركة أي لاعب تم قيده في هذه الفترة إلا من دور ال 16 في مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية. أنا بقول لكم ليه كده؟ طب هو مين اللي هيرتب الترتيب ده؟ مين اللي هيرتب الترتيب ده؟ الانديه اللي هتشارك في البطوله الافريقيه، مش الاهلي فقط اللي هيشارك في البطوله الافريقيه، الاهلي والزمالك وبيراميدز حتى الان لغايه لما نشوف الفريق الرابع مين، هم اللي هيشاركوا في البطوله الافريقيه. فلازم يبقوا عارفين هيأيدوا مين ومش هيأيدوا مين، ومين اللي هيلعب ومين اللي مش هيلعب. ف يعني انا عارف طبعا ان النادي، جمهور النادي الاهلي جمهور ذكي، وعارف قد ايه الحملة اللي اتعملت من امبارح لغاية النهاردة، حملة كبيرة جدا اتعملت من امبارح لغاية النهاردة، ولكن احنا موجودين عشان نطمن حضراتكم ونقول لكم دايما هذا الكلام. بالمناسبة برضو وانا قاعد على الفيسبوك النهاردة، محمد فارس واحد طبعا من الاهلاوية الجامدين جدا على الفيسبوك دايما بيكتب اراء جميلة جدا، كاتب تقريبا نفس الكلام اللي احنا بنقوله ده، من ان وحاطط اسئلة معينة كده وبيجاوب عليها نفس تقريبا الكلام. كل اي واحد اهلاوي، اي واحد اهلاوي بيفكر هيفكر بهذا الشكل، وهيفكر وهيبقى عارف ان مجلس ادارته لا يفكر الا في مصلحه الوطن، وبعد كده مصلحه النادي الاهلي او المصلحه الجماعيه، هو ده. فعشان كده هتلاقي تقريبا كل كلامنا واحد، هتلاقي الكل بيتكلم في نفس الاتجاه وبنفس الطريقه، لانه اصل المباريات، اصل انتوا عشان اتعادلتوا مع الاسماعيلي، فيا جماعه ما احنا كده كده لازم نكسب الزمالك في المباراه الاخيره، لو كسبنا المقاولين والزمالك كسب الاربع مباريات المؤجله، ده على افتراض يعني، سواء هنا او هنا. بالعقل الموضوع مش محتاج كلام كتير. فعشان كده انا بقول لحضراتكم ابناء الاهلي متواجدين في كل حته، وابناء الاهلي دايما هيقفوا ورا النادي الاهلي. وانا الحقيقه سعيد جدا 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 بالتماسك اللي انا شفته امبارح، القرارات اللي اصدرها مجلس اداره النادي الاهلي بعد الاجتماع الطارئ امبارح. كل جمهور النادي الاهلي بيقف خلف مجلس ادارته في هذه القرارات، كل جمهور النادي الاهلي ينتظر رده الفعل من اتحاد كره القدم. وانا متاكد بالمناسبه اتحاد كره القدم في مجموعه جيده جدا ومجموعه محترمه جدا 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 من الاسماء الكبيره جدا اللي بتقود كره القدم في العالم. المهندس هاني ابو ريده واحد من اللي بيقودوا كره القدم في العالم. فعشان كده انا متاكد ان هيحصل حلحله للموضوع خلال الفتره القادمه، ومتاكد ان خارطه الطريق اللي وضعها النادي الاهلي هي الانسب خلال الفتره اللي جايه، وهم عارفين كده كويس. حتى اللي بيعترضوا على الكلام ده عارفين ان يجب ان ينتهي الدوري قبل بدايه كاس الامم.
حتى اللي بيعترضوا، اللي لعيبه الكره اللي فيهم اللي بيعترضوا عارفين كويس قوي ان لازم الدوري ينتهي قبل بطوله الامم، لانه لو انتهى بعد بطوله الامم احنا داخلين في سكه تانية خالص. انا بس حبيت اوري لحضراتكم الكلام اللي بيتقال من امبارح للنهارده، وهي في النهايه هي قضيه النادي الاهلي، هي قضيه عادله بالنسبه له وبالنسبه لمعظم الانديه. معظم الانديه امبارح كان معانا 3 4 انديه، النهارده هنحاول نجيب لحضراتكم انديه اخرى علشان نعرف برضو وجهه نظرهم في هذا الموضوع. فعشان كده انا بقول لحضراتكم هي قضيه عادله، سنظل خلف هذه القضيه. طيب النهارده عندي فقرتين، الفقره الاولى هيكون معايا رئيس القسم الرياضي بجريده الاهرام ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري، هتكلم معاه في كل هذه الامور، هتكلم معاه في وجهه نظره كناقد رياضي عمر طويل قضاه في النقد الرياضي طوال الفتره السابقه، هتكلم معاه في كل هذه الامور وكل ما يحدث على الساحه الكرويه خلال هذه الايام. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل رئيس القسم الرياضي بجريده الاهرام ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفنا في هذا الجزء في ملعب الاهلي ناقد الرياضي الكبير ورئيس تحرير او رئيس القسم الرياضي في جريده الاهرام ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذنا؟ مشرفنا ومنورنا، كل سنه وحضرتك طيب وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا. رمضان كريم علينا وعليك يا رب ان شاء الله. الله اكرم، الله اكرم. استاذ محمود معلش انا هبدا مع حضرتك على طول وسخن، يعني لان انا طالع سخن من اللي انا كنت بقوله، ف عايز اعرف راي حضرتك اولا في القرارات اللي اتخذها مجلس اداره النادي الاهلي بعد اجتماعه الطارئ امس. انا من وجهه نظري شايفه قرارات تاخرت شويه. تاخرت؟ تاخرت. بمعنى؟ بمعنى القرار ده كان لازم يبقى من قبل كده. في موقف واضح وصريح للنادي الاهلي للدفاع عن حقوقه كمجلس اداره هو الموكل من قبل الجمعيه العموميه. نعم. للدفاع عن حقوق جماهيره وعن فريقه، انه كان يبقى القرار والبيان الصادر بالخمس نقاط اللي هي تضمنت الكلام ده كان يكون بشيء مبكر عن كده. لكن هو في مبكر ازاي؟ معلش خلينا نتكلم في قصه مبكر. مبكر يعني لانه ما فيش اي حاجه رسمي نزلت غير من يومين او من ثلاث ايام قبل الاجتماع بيومين اعتقد، اللي هو جدول المباريات الاسابيع الاخيره نزل في اخر يومين ثلاثه. لا يا فندم، مبكر من وقت ما تم تاجيل مباريات مثلا لدعم نادي الزمالك في مشوار الكونفدراليه، وانه هناك كان اتحاد الكوره المفروض يكون يمتلك من الصراحه والقوه، انا اجلت يا جماعه لكن انا عندي موافقه من نادي الزمالك انه يلعب 3 ماتشات وهو موافق كده وموقع وماضي وطلع كده بقول، لكن هو اتحاد الكوره سبب الازمه اللي احنا بالظبط كده. سبب الازمه الحقيقيه هي بعيد، يعني طلع انا عاوز اطلع الاهلي والزمالك بره الموضوع، كل واحد بيدافع عن حقوقه لكن كل واحد بيدافع عن حقوقه بطريقه مختلفه. نعم. المشهد زي ما احنا شايفين مشتعل على ايه مش عارف. طب طولة يعني يعني بتقولي موسم استثنائي، انا معاك موسم استثنائي، لكن انت الموسم الاستثنائي بيكون عندك وضعت كل الاحتياطات اللازمه انك انت تنهي. يعني تنهي بعد يعني بعد كسر يعني عاوز اعرف يعني البطوله هتنتهي 19/7 والموسم الجديد هيبدا مثلا 1/8 او 15/8، طب يعني هتدي الفرق فرصه ازاي ان هي؟ طب افرض في فريق عاوز يمشي الجهاز الفني بتاعه وعاوز يقترح راس الجديد، يعني يرجع يوم 21/7 يلعب ماتشين عشان يتحسم بيهم موسم الدوري؟ يعني حاجه يعني ده تفكير غير منطقي. لا تفكير، لا مش تفكير، لا استسهال. استسهال لا ريح نفسك يعني خلاص بقى. ما فيش حسابات وفيش احترام كمان لايه؟ لمقدرات الانديه الثانيه الصغيره اللي هي صرفت وكلفت وعملت، وفي فريق منتظر طمعان في نقطه وطمعان في نقطتين وثلاثه عشان ينجو من ايه؟ من الحاله اللي هو فيها. انا بقول لك انه البيانات اخر، اللي كان وقت المرحله دي لما تمت كان يبقى في قرار واضح انه يا جماعه والله يدعو. حضرتك تعلم طول عمرك تعلم النادي الاهلي وطول عمرك معانا جوه النادي، وعارف ان النادي الاهلي بيستنى دائما لما يبقى في حاجه رسمي، لانه ممكن اي حاجه تتغير في ثانيه يقول لك هو انا بعت لك حاجه رسمي، وحصلت قبل كده. عارفين النادي الاهلي خد قرار اساتذه النادي الاهلي خد قرار يعني او اتقال قرار كده هقوله لحضرتك دلوقتي، قام طلع قال لك هو احنا خدنا حاجه رسمي؟ جات لكم حاجه رسمي؟ هو جات لكم حاجه؟ هو جات لكم حاجه رسمي؟ ماتش حاجه بيراميدز يعني بيراميدز كاس والدوري بالظبط كده. قال لك طب انتوا جات لكم حاجه رسمي؟ طب ما هو فالنادي الاهلي فضل مستني، لكن هي قرارات في دماغه اكيد. ما هو مش ممكن امبارح هو قعد ساعتين ثلاثه خد قرار، مش ممكن اكيد في تشاور
سابق ما بين اعضاء مجلس الاداره. انا عاوز اقول لك، انا بقول لك ليه القرار كان متاخر من وجهه نظري يعني متابع وموجود وشايف وعارف اللي بيحصل، انه المفروض كان يبقى فيه قرار وانذار للاتحاد الكوره، انه يبقى من دلوقتي تطلع لي جدول رسمي. طب ما حصلش، وتنهي الموسم. ما حصلش، وحضرتك اعلم مني في بقى في المواضيع دي بشكل ودي. كابتن خطيب قابل المهندس هاني قال له يا باشمهندس الفتره اللي جايه فيها صعبه كابتن كذا، اكيد حصل. وفين هاني ابو ريده اصلا؟ مش يعني اي حد من اعضاء الاتحاد بشكل هاني ابو ريده، لا هاني ابو ريده، هاني ابو ريده احد اسباب، هو السبب الرئيسي للازمه اللي احنا بنعيشها. ليه بقى؟ من وجهه نظري هاني ابو ريده بسياسته واداره اتحاد الكوره ادت الى يعني ازمات كثيره. نعم، وانا اقدر يعني اعددها واقول لك ابرز حاجه ليها كان موقفه مع الاهلي في بطوله افريقيا امام الترجي طبعا. وهو ممثل للكره المصريه في مكتب التنفيذ، تخاذله كان واضح جدا، عدم مساندته بصوره كانت واضحه جدا، عنده موقف من النادي الاهلي مش عاوزين نخش فيه في تفاصيله لانه هيؤدي الى كلام كبير جدا. هاني ابو ريده ترك الامور للساحه اتحاد الكوره للاخرين ودينه زي ما هم عايزين وجوزه هم عايزين، لا احترام للوائح لا احترام للقوانين، كان نتيجته ما يحدث للكره المصريه الان. انت عندك ازمه، ما تقوليش مثلا لما تيجي تاخد نجمه المسابقات عقوبات ولا حاجه، اقول لك استنى لما اكلم هاني ابو ريده عشان يحدد لي هوقف اسلام الشاطر ماتش ولا اثنين ولا اوقفه ثلاثه ولا اوقفه اربعه. طب يا عم اللائحه اللي انت مديها للانديه، لا اصل ده حد معلش يا فندم مش بيحصل، ده الواقع اللي احنا بنعيش فيه. مع كامل احترامي انا مش عاوز الناس تظلم الحاج عامر حسين. عامر حسين ده راجل يعني بينفذ وبيأدي وبيجتهد على قدر المستطاع، لكن القرار والفعل وصاحب المشوره هو المهندس هاني ابو ريده في الحدوته. هاني ابو ريده هو سبب الازمه الحقيقيه. البعض استغل انه الاهلي مجلس ادارته بيميل الى الهدوء والاستسلام، ناس مش منفعلين، ناس ما فيش حد فيهم بيطلع يتكلم، ويعني فبنقدر ندوس ونعمل اللي احنا عايزينه في الاهلي ونقدر نكبت على نفسنا. لكن دائما لا تامن غضب الاهلي. طبعا لا، هم لا تامن غضب الاهلي، لا تامن ان مجلس اداره النادي الاهلي دائما ما يحافظ على حقوقه على حقوق بطرق الشرعيه، ما بيلجاش ما بيلجاش يعني ما بيلجاش الى يعني ايه لاساليب الضغط. لا من صوت يعني الصوت العالي مش مطلوب، ربما البعض يخشى الصوت العالي ويخاف منه وتعمل له حسابه، ده واضح ونتيجته واضحه في الامور، وكل واحد من حقه يدافع عن اسلوبه بالطريقه اللي هو شايفها هي مصلحته. لكن اقول لك سبب الازمه اللي احنا بنعيشها هو غياب النظام في اتحاد الكوره وعدم وضوح الرؤيه بشكل واضح، وكلام احنا بنقوله بنعيده كذا مره، وبص على الازمات واكتب وهات ورقه وعدت، هتكتب جورنان كامل عن جرائم اتحاد الكوره بقياده هاني ابو ريده في تدمير الكوره المصريه. عدت زي ما انت للصبح. ابدا من فتح باب الاحتراف لاربع لاعبين اجانب، بص على اللي بيحصل، شوف انحدار، شوف تراجع مستويات الناشئين، شوف غياب منتخب مصر بلا مهاجم، شوف الكره المصريه بلا مهاجم، شوف اللي بيحصل عندك في اللعيبه وتراجع مستوى الموهبه، وشوف يعني عاوز اقول لك ايه؟ ايه اللي قدمته؟ انت جاي تجمع لي فلوس؟ هل هو دور اتحاد الكوره جمع فلوس وتكدس الخزائن بالاموال والملايين ومساعده اعضاء مجزرة عشان يعيشوا وياكلوا عيش؟ ولا دوره تطوير كره القدم المصريه؟ دوره تطوير كره القدم المصريه يا فندم. طبعا ايه اللي قدمته لي تطوير يا فندم؟ قول لي يا فندم حاجه واحده، سبب واحد لو مؤاخذه يا فندم. عاوز يطلع المهندس بيقول والله كشف حساب، طلعنا بفضيحه من مونديال كاس العالم، ايه اللي حاصل؟ وهاجت الدنيا، ايه النتيجه؟ ولا حاجه. ولا حاجه، جبنا مدرب برضه، حتى لما جبنا مدرب دارت حوالي تساؤلات وعلامات الاستفهام. منتخبات الناشئين، منتخبات الناشئين يا فندم، فين يا فندم الفرصه؟ فين يا فندم اللي انت قدمته؟ يعني ايه الجديد اللي انت دي من هنا يبدا الحساب لو في حد بيحاسب يعني. لكن عملك يا فندم ماشي دلوقتي، واحنا دخلنا بقى في كاس الامم وهندخل يا جماعه والبلد والنظام عايزين نلم عشان البطوله، عايزين البطوله يا عمي، انت بتعمل فيها حاجه؟ ده البلد هي اللي بتعمل. وزاره الرياضه، وزير الرياضه ليل ونهار بيلف، ورئيس الوزراء والناس اللي معاه والمسؤولين انت لا يا باشا، انت يا باشا قاعد مستخبي بتدير من حته الله اعلم انت فين، قافل تليفوناته على طول، بس ليه ناس هو بيوصل لهم وبيحب يوصل لهم رسائله، لكن المنظر هاني ابو ريده هو المسؤول. بالدليل قراره بإلقاء أحمد شوبير في النار، يعني إيه؟ هو ألقى بأحمد شوبير في وجه النار. بس الكابتن أحمد هو نائب رئيس الاتحاد. نائب رئيس الاتحاد. وبالتالي هو الأقرب. بس ثواني، هو الأقرب، أنا مش مختلف معاك خالص. لكن إشمعنى في دي يعني؟ يعني إشمعنى في اللقطة دي جيت عشان أحمد شوبير الكلام بيتقال أصل هو بيدافع عن النادي الأهلي، أصل هو متحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أصل هو مش كل ده كلام طلقاً. عارف أنت إيه؟ عارف اللعب على وتر وغريزة الجمهور وتهيج رأي العام. كابتن شوبير أستاذ محمود راجل نجم كبير، وبعيدا عن اعلامي، انا مش بتكلم على اعلامي، لكن انا بتكلم على ان هو نجم كوره كبير، فعارف كويس قوي ان مفيش حاجه اسمها ان انا اقعد شهرين في البيت، مش يعني دي مش محتاجه كلام. بالمناسبه انا في الموضوع ده،
الرسميات. ما انت لازم تنتظر الرسميات، هتعمل ايه؟ ما هتعمل ايه؟ طيب ما انا مش مختلف معاك، لكن انا عاوز اقول لك يا كابتن اسلام ان هو حتى لما جه راح مدي لاحمد شوبير القرار عشان يشوف احمد شوبير هيعمل ايه، فتحدث الازمه حاليا اللي هو الخلاف ما بين اللي هو خلاف المفتعل حاليا ما بين مثلا احمد شوبير وبين نادي الزمالك. اعتقد هذا الكلام مش موجود على الاطلاق، يعني من خلال يعني اكيد احمد شوبير ذكي، يعني من الذكاء انه لا يمكن مثلا عاوزين تاجيل مباراه للزمالك فاحمد شوبير يقول لا ما تاجلوش، ما اعتقدش يعني مش من ذكائه ان هو يقف يقول حاجه زي كده. نعم. يعني لانه ليه برضه ليه علاقات مرتبطه مع نادي الزمالك وعارف كويس جدا، وراجل قبل ما يكون اعلامي كان يعني كابتن النادي الاهلي ولاعب كوره وفاهم. فاللي انا عاوز اقوله كنت اتمنى انه هاني بريده هو اللي يطلع ويطلع يقول لو سمحتوا حدش يتكلم، انا اللي هحط الجدول، انا اللي هحط الجدول وانا هو ده اللي هيمشي، وانا ده اللي هيمشي، والكلام ده هو هيتنفذ على ايه؟ على الكبير قبل الصغير. استاذ محمود معلش تعال لي كده بعد اذنك، ده قرار الجامعه التونسيه. قرار الجامعه التونسيه، ده قرار الاتحاد المغربي، خلاص قايلين ايه؟ قايلين يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. خلي بالك انا النهارده طول النهار دخلت على الصحف المغربيه والتونسيه عشان اعرف الدنيا والعه هناك، خلي بالك برضو ما بين الانديه الوداد والرجل اللي هم ايه زي الاهلي والزمالك والكلام ده كله، ولكن القرارات اتحطت وده اللي هيتلعب وده اللي هيتعمل لانه ده الاصلح في او ده الافضل في مصلحه كره القدم التونسيه والمغربيه، رغم ان هم هيخلصوا بعد نادي الزمالك باربع ايام. خلي بال حضرتك يعني يوم 26 اللي هو بكره ان شاء الله، كل التوفيق لنادي الزمالك. المباراه النهائيه في دوري الابطال يوم 31 وهيخلصوا يوم 15، يعني انت ممكن تلعب 26 وتخلص يوم 10، يبقى انت بتتكلم في 3 ايام او في 4 ايام. ده محتاج ايه؟ محتاج قرار من اتحاد كره القدم يقول هذا الكلام بس. ينهي الموسم. ينهي الموسم. ينهي الموسم. استاذ محمود حضرتك سافرت يعني والاستاذ محمود يعني انا شرفت ان انا سافرت معاه في حتت كثيره جدا. في حد لعيب في العالم وانت يعني بقالك كام سنه في هذا الموضوع، في لعيب في العالم يقعد شهرين عشان يلعب ماتش؟ في مصر. لا ده مش في العالم. ده احنا دخلنا مؤسسات الارقام قياسيه. بالحدود او الجون. لا ده الحدود او الجون دي قصه ثانيه. لا لا ده قصه على فكره اتقال لك تبرير. على فكره اتقال تبرير ليها. انت عارف ان اتقال تبرير ليها ولا لا؟ التبرير ليها ايه؟ ما هو قال لك ايه بقى؟ لو الحرس لعب قبل الماتش ده مباراه وكسب يبقى الزمالك هيلعب الجونه لان الجونه ما لعبش فما كسبش فهيبقى من الله ده ادانه. ما طبعا ده ادانه يا فندم. طبعا يا فندم يا فندم طبعا. دي تاخد فيها 10 رسائل دكتوراه على فكره. القرار ده والله و12 ماجستير لانه اللي عملها يعني عاوز يعني لو اداني تبريرات الدنيا انا قلت بس كلام لو الناس اللي شافت الكلام ده يعني لو حد في الاتحاد الدولي شاف الكلام ده ممكن يقول لك لا هنجيب كلنا بعض كده ونيجي نتعلم هنا. كلام في منتهى الغرابه وموقف يحمل كم من الخجل والاسف ان احنا وصلنا للمرحله دي. انا حزين جدا وبقول وحمل اتحاد الكره مسؤوليه اشتعال الازمه الدائره حاليا ما بين الانديه والزمالك والاهلي وكل اللي احنا منظر احنا شايفينه ده. هو المسؤول بضعفه، هو المسؤول بتخاذله في تحديد موقفه، هو المسؤول بتراجع عدم تطبيق القانون. انت يا سيدي انت اللي بتدير، وانا انت خايف مني؟ انا بسالك سؤال، انت جيت قلت لي مش هتراجع. نفسي مره اشوف قرار ما نتراجعش عنه لاتحاد الكوره. يعني قولي هنلعب ماتش بكره يبقى الماتش بكره. يا فندم ده مش ممكن، ده الناس كل جوه كل جماعه شغالين لحساب مجموعه. يعني عاوز ايه؟ في كل اثنين او كل واحد بدافع ايه رايك؟ انا جبت لك حقك اهو، ما تنساش انا بدافع عنك يا فندم. مساله دي مصالحهم وليس مصالح الكره المصريه. في يعني مش عاوزني يا اخي انت هتخرجنا عن شو يا اخي. انا عاوز اقول لك احنا اسوأ حاجه في الكوره حاليا، احنا اسوأ. ده دوري من غير جمهور ومش عارفين نعمله، ولما بيحضروا 560 واحد شوف كميه الشتايم وكميه التطاول اللي بيحصل من الجمهور الموجود. فين قانون الشغب يا عم؟ انت هتدخلنا في حواديت احنا ما طبقش منها حاجه، كله كلام على الورق. فين الاستاذ هاني بريده يجي يقول لنا اللي هو ايه عنده الخبره؟ مكتب الاتحاد، بص مكتب في الاتحاد الدولي، مكتب في الاتحاد الافريقي، رئيس ونايب، وقال لك هاني بريده هيجي يعمل ثوره في الكوره. المفروض فين يا فندم الثوره؟ واحد من اللي بيديروا كره القدم الله يرحمه سمير زاهر والله
مدرب بجد بامانه رحمه الله عليه رحمه واسعه يعني. لا لما اجي اتكلم اقول سمير زاهر عمل اقدر اقول عمل شغل، اقدر اقول عمل حاجات، دخل حاجات، عمل لقطات. ماذا قدم السيد هاني ابو ريده حتى هذه اللحظه؟ نعم. ها ايه اللي عمله بعد موقف المنتخب في كاس العالم والتغازل اللي حصل من بعض اللعيبه في مباراه الاخيره امام المنتخب السعودي اللي هو احب يرجعهم تاني، يعني لعيبه تتخزلت ورجعوهم تاني بيتكافئون برضه انضمام المنتخب اللي عمل نفسه مصاب واللي عمل. احنا شاهدين على المشهد وشفناه بعيني. فانا عايز اقول لك ايه، ان اتحاد الكوره الحالي للاسف كلهم هيحاسبوا على اللي بيحصل ده. لازم يطلع قرار يطبق على الجميع، يطبق على الاهلي والزمالك ويطبق على الانديه الصغيره. واذا ما كانش في مواجهه للقوي قبل الضعيف مش هنصلح الحال. في ازمه حاليا بتدور بتحكمها علاقات ومصالح شخصيه، ها، ونوع من الخوف والرهبه، وكل واحد منتظر عاوز يبعدها عنه. طيب هل حضرتك ترى قبل بس ما ترى تعرف ان يوم الاثنين في اجتماع الساعه 1 على حسب ما تم الاعلان عنه خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا الكابتن احمد شوبير ولجنته في قاعده يوم الاثنين الساعه 1 الظهر على ما اعتقد. طيب انت عارف ان في ماتشات يوم الاثنين؟ ما خمس ماتشات. طب هيتلعبوا ولا مش هيتلعبوا؟ بالنسبة للمعسكر هيروح يعني ولا مش هيروح؟ طب ايه اللي هيحصل؟ انا هو ده السؤال. طب الاهلي عنده ماتش الثلاثة، هو الاهلي خلاص اعلن موقفه، لكن انا بتكلم على بقية الاندية. لا ما هو هنا حضرتك اعتقد انه ماتش بكرة هيحدد شكل الدوري. ماتش بكرة؟ من الزمالك يعني؟ ماتش بكرة الزمالك ونهضة بركان. ماتش نهضة بركان والزمالك. طب ده ماله؟ اتمنى لا هيحدد شكل. لا انا قصدي خلي بالك هيحدد قرارات اتحاد الكورة. ده كده برضو ده إدانة أكبر. ده سبب ماتش يا فندم. ده سبب تأجيل القرار لغاية 1 الظهر، تأجيل الاجتماع لـ 1 الظهر تحديد بكرة. أنا على المستوى أتمنى التوفيق لنادي الزمالك طبعا، بطولة مهمة طبعًا جدا لنادي الزمالك ولجماهيره. خلي بالك هيبقى تاني نادي في مصر بعد النادي الأهلي. أنا عاوز أقول إنه ده أمر، لكن اتحاد الكرة بناء على فوز الزمالك هيبقى فيه قرار مختلف. ده إدانة، دي إدانة، ده كلام خطير جدا. غير كده الرؤية مش واضحة. ليه بقى؟ طيب هو الأهلي بعت قراراته رسميا النهاردة بالظبط خلاص؟ المفروض اتحاد الكورة يعمل إيه؟ المفروض يعمل إيه؟ يطلع يقول يا جماعة لا والله إحنا رافضين القرارات دي مثلا، أو يا جماعة لا إحنا هندرس وهنرد، لا يا جماعة إحنا عندنا اجتماع هنقرر وهنقول في قرار. هم قالوا يوم الاثنين، هو امبارح بكلمك أنا بقول لك أدينا أهو. لكن أنت جيت يوم الاثنين الناس دي هتلعب إزاي يعني؟ هتلعب يعني تقول لهم مثلا الساعة 5 يا جماعة لا مفيش، روحوا افطروا في بيتكم؟ ولا من بالليل من بعد ماتش بكرة هتاخد قرارك؟ أنا بقولها لك أهو، القرار هيبقى بكرة. بكرة؟ وجهة نظرك يعني؟ لا القرار وجهة نظر، القرار هيبقى بكرة. هيبقى بكرة يعني. هو قرار في إيه يا أستاذ؟ لا القرار. وهل القرارات اللي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي دي حضرتك شايفها قرارات ظالمة؟ قرارات مجحفة؟ قرارات فيها شيء خطا؟ قول لي. لا احنا خلي بال حضرتك احنا هنا ما حدش بيقول العايز يقول. لا 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 طبعا انا فاهم، بس ما فيش حاجه، لا هنا ما فيش حد بيقول بالظبط كده، بيقول لك يعني قول. انا عشان كده بسالك، هل حضرتك شايف؟ بص عاوز اقول لحضرتك على حاجه، هو النادي الاهلي مجلس اداره النادي الاهلي انا بقول لك دايما الاهلي سياسته على ما لو قلنا من مدرسه بيبقى في نوع من الهدوء والتأني ودراسه. انا موقفي هيبقى ايه في الموقف الحالي اللي انا اتحطيت فيه دلوقتي؟ هما بيحاولوا كل يعني المفكرين اللي احنا شايفينهم انه لولا تعادل الاهلي مع الاسماعيلي. لا ده طبعا ده كلام اي كلام يعني، مو كده لازم الاهلي كان يخسر من الاسماعيلي بالمناسبه يعني. حتى لو كسب الاسماعيلي الاهلي وكسب المقاولين على افتراض يعني الاهلي خسر من الزمالك خلاص، خسر من الزمالك يبقى خلاص خسر الدوري يعني. كلام غريب جدا. طب كسب الاسماعيلي وخسر من المقاولين. استاذ محمود قال لك ان الاهلي واخد القرارات دي كلها بما فيها القرار بتاع الكاس ده ان هو ما عندوش مشكله نلعب. عارف ليه؟ علشان عبد الله السعيد وعمر خربين واخدين ثلاث انذارات فمش هيلعبوا، فالاهلي بيعمل كل ولا الميداني اي حد يعني اي اسمين. مين يعني؟ حد قال كده والله ما فاكر مين، بس حد قال كده. قال لك الاهلي واخد القرارات دي كلها علشان يلعب ماتش الكاس مع بيراميدز من غير الاثنين لعيبه دول. هل حضرتك متخيل احنا وصلنا لفين؟ عاوز اقول يمكن الاخوه اللي بيقولوا الكلام ده اقول لهم الاهلي خسر الدوري من المقاولين العرب. عندما كان المقاولين العرب عنده فرقه جامده جدا والمقاولين كسب في الماتشين. رايح جاي، وعشان تفوز بالدوري وقتها كان لازم يعني عشان تفوز بالدوري لازم تكسب الاهلي
رايح عشان تاخد من الدوري. انا بكلمك، انا بكلمك على اللقطه، بكلمك دلوقتي ثواني بس. الاسماعيلي البيراميدز كسب الاهلي، برافو عليك، خلاص كسبه وخد ست نقاط من النادي الاهلي، خد ست نقاط عادي جدا في الكوره. ما انت عاوزين المنافسه بتقول عليها ليه؟ النجوم كسب عاوزين الزمالك. يعني اسالك، لما الاهلي يكسب هتقولوا بالحكام، ولما الاهلي يخسر هتقول لي بعبد الله السعيد وعمر الميداني مش هلعب. يعني طب عاوزين شكل المنافسه يبقى ايه؟ يعني الناس عاوزين، يعني الناس ريحنا برضو في جزئيه برضو لازم تفهم فيها. انت عاوزين منافسه وان الاهلي يخسر ويكسب وبتاع ويطلع وينزل وياخد اللقب او ما ياخدهوش، ولا عاوزين الاهلي يقع؟ طب يعني يتقفل الاهلي مثلا عشان الناس تهدى؟ يعني الناس حتى لو قفلنا نادي الاهلي 20 سنه انا بكلمك، ما لا انا بكلمك، عارف لو قفلنا نادي الاهلي 20 سنه هيظل النادي الاهلي الاكثر تتويجا والاكثر 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 في كل شيء لو قفلناه 20 سنه. انا بكلمك عيب بس يتقال الكلام ده، عبد الله السعيد وعمر الميداني مش عارف مين القرارات. طب ارجع، طب ارجع لاخر ماتش يعني ارجع للماتش الثاني بتاع بيراميدز والاهلي، شوف كميه الفرص اللي الاهلي مثلا اهدرها في المباراه، يعني عدم التوفيق اللي حصل للفرقه او اللعيبه. الاهلي بيمر بمرحله انتقاليه، بيمر بمرحله انتقاليه طبعا. الاهلي وصل اللي هو عائله مبتغاه، لم يصل حتى الان بنسبه 20% لمبتغاه. مظبوط، من وجهه نظري الكلام عندي، يعني انا كمتابع لا عندي اعتراض على كثير من اللعيبه اللي في الاهلي. الاهلي لسه الاهلي ما جابش الفرقه اللي عايزها. نعم، ولما جه لعبو تريكه واللي معاه اعتزلوا وبطلوا كوره، وانت واحد منهم. الناس الكبيره قالت لك الاهلي هيحتاج فتره كبيره جدا عشان يجمع الناس دي تاني، وما حصلش. وما حصلش ليه؟ ليه بقى؟ انت عندك نضوف في المواهب، عندك حاجات كتير محتاج انت داخل الاهلي تعملها وتغير وتشتغل اكتر وتجتهد اكتر وتدور اكتر وتقلل قوي من شغله الاحتراف دي. لازم يبقى في شغل من تحت، لازم ابناء الاهلي لازم تدور تطلع تفتش. لكن مساله ان انا هعتمد دلوقتي على كل لعيب اجنبي انا اجيبه، يعني عاوز اقول لك ايه، انت بتمر بمرحله صعبه في موقف، في موقف يا كابتن اسلام، في حاجه، لا في كونسلت بتعمل عليك، في دايره، دايره هدفها ابعاد الاهلي ولا تفرق. انا بكلمك اهو، صح، انا بقول لك بس ولا دايره تفرق. بص دايره هدفها ابعاد الاهلي، تشويه بقى تشويه، تطاول، تجريح، كل الكلام ده. استاذ محمود ده قال لك النادي الاهلي تاني للمره المليون، انا بقولها اصل انا بجد انا مش مصدق، بيقول لك ان عشان عبد الله السعيد ولاعيب تاني مش موجودين النادي الاهلي خد القرارات دي كلها عشان يلعب. تخيل احنا وصلنا لغايه فين، تخيل النادي الاهلي. النادي الاهلي النادي الاهلي خلاص بقى، النادي الاهلي النادي الاهلي كل ده ومش واحد مش يعني مش في حد قال لك الاهلي كان هيهبط، يعني ايه سألبك الاهلي كان بينافس الهبوط؟ يعني ما هتاخد ايه عندما يتحول بعض الى مشجعين انك انت تقف كده؟ يعني حتى احترم عقليه الناس اللي انت بتخاطبها بالظبط كده. لا اتكلم حتى على مقدار المكان اللي انت فيه، ما تبقاش الامور تقيسها بهذه الدرجه، ما تستغلش خفه دمك وتعتقد انه ادب الناس اللي في الاهلي انه مش هيكلموك فانت تتطاول وتجرح. لا فكر في الحته دي كويس جدا، مهمه جدا الجزء ده استاذ محمود. ولكن خلينا نروح لواحد من انجح رؤساء الانديه الحقيقه اللي موجودين في مصر خلال هذه الفتره، الاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري. استاذ محمد ازي حضرتك يا فندم؟ كابتن اسلام ازي حضرتك يا كابتن اسلام؟ كل سنه وحضرتك طيب، رمضان كريم يا حبيبي. الله اكرم، دايما موفق يا كابتن اسلام، ربنا يخليك. تحياتي للاستاذ محمود صبري لحضرتك. بالظبط، تحياتي استاذ محمود، الله يخليك يا محمود، ودايما كده نشوفك كل خير ان شاء الله. ان شاء الله انت حاج محمد، انا عارف ان الفتره دي صعبه، ولكن انا متاكد مليون في الميه ان نادي الاتحاد السكندري هيعدي من هذا الامر. اكيد ان شاء الله، يعني ان شاء الله، يعني ما يستحقش طبعا، اللي هو المكان اللي هو فيها خالص. نادي الاتحاد معاه فريق قوي، فريق محترم، بالظبط نتائجه خلال الموسم دي فيها بعض النجاحات خلال طول الموسم كله، وفي اوقات نادي الاتحاد يعني خلال البطوله العربيه وخلال الدوري الممتاز يعني ادى اداء طيب جدا ونتائج طيبه، ولكن برضه قابله سوء حظ غير عادي. اعذر طبعا جميع نادي الاتحاد المخلصه طبعا انها تبقى زعلانه وتبقى غاضبه يعني. ولكن انا طبعي يعني انا الناس عارفاني كويس قوي ان انا بحب النادي ومخلص للنادي وبحاول اعمل كل حاجه في نادي الاتحاد مكانه افضل مكان اللي هو موجود فيها. انا وجهه نظري خلال سنه ونص او سنه واربع سنين انا دورت فيها في النادي، في طفره غير عاديه حصلت في النادي انشائيا واجتماعيا ورياضيا في مجال كره السله. فعلا احنا خدنا بطوله عربيه، اشتركنا في بطوله عربيه في كره القدم، ولكن خلال الدوري وبطولنا اللي هي بطوله نهائي كاس مصر. ولكن يعني احنا بنتكلم في الواقع، نادي الاتحاد في مكانه ما يستحقش فيها يكون نادي الاتحاد. عندنا مباراه صعبه جدا جدا مع نادي سموحه،
اتمنى احنا حطينا نفسنا في الموقف ده واللعيبه حط نفسها في الموقف ده والجهاز حط نفسه في الموقف ده، ولكن في الاخر ان شاء الله المباراه تحسم ان شاء الله يعني خلال الاسبوع الاولاني من شهر 6، وان شاء الله نادي الاتحاد يطلع من اللي هو فيه ويحط بقى اللي جاي او الموجود، يحط الفكر الناس تفكر ازاي يكون نادي الاتحاد في مكان افضل السنه الجايه ان شاء الله. الاتحاد سيد البلد يا حاج محمد، فيعني دايما انا يعني انا بصراحه ما حدش يزعل مني، انا قلبي اصله قلبي قريب جدا طبعا الاولمبي نمره واحد، لكن يعني الاتحاد طبعا في القلب يعني حضرتك تعلم. انا عارف طبعا وعارف انت عايشك في اسكندريه قد ايه وحبك في اسكندريه قد ايه واحترامك، كل اسكندريه بتحبك يا اسلام. ربنا يخليك يا حاج محمد، احنا فعلا بنحبك على المستوى الشخصي. ربنا يخليك ان شاء الله، يعني اتمنى يعني رب دعواتك ودعوات كل ان شاء الله اسكندرانيه ومحبين الاسكندريه. واحنا طبعا عندنا مباراه يعني نادي سموحه نادي شقيق نادي الاتحاد، لكن في الاخر دي كوره و... طبعا ولكن في الاخر الناس اصلها عماله تتكلم وعماله تتكلم ده مش عارف يعني ايه ورئيس النادي ايه ولا لا، يعني طبعا علاقتي ممتازه بالمنصب محمد فرج عامر، علاقتي ممتازه بكل الناس الموجودين حسام وابراهيم وكل الناس، ولكن في الاخر دي كوره دي كوره قدم بالظبط دي كوره قدم. يعني انا حتى مستغرب يعني معلش انا اخش كده في حته كده، انا مستغرب حتى من الانديه اللي هي بتصارع معانا في الدوري بتقول لا لابس عارف ايه ومواليد ممكن تكسب الماتش اللي لما يخسر الاهلي لا القصه مش كده، الرياضه عمرها ما تكون كده. اتمنى ان شاء الله ان الدوري ينتهي على خير، واحنا النهارده يعني بقول طب قبل ولا بعد يا حاج محمد؟ قبل ولا بعد ايه؟ قبل ولا بعد كاس الامم؟ لا يا كابتن يعني بص يعني احنا اللي حط يعني انا بص في الاخر الكوره بيحاول ان هو يعمل حاجه كويسه في كره القدم ويعمل حاجه كويسه في الكوره المصريه. نعم ان مصر تنظم البطوله الافريقيه ده شرف كبير جدا لمصر. نعم. والدوله زي ما انت حضرتك شايف كده الدوله كلها بتتحرك لنجاح هذه البطوله. واحنا عايزين البطوله تكسب. ولكن في الاخر حضرتك انت ما تخليش العب بعد شهرين العب مباراه واحده ومعايا جهاز فني ومعايا لعيبه واصرف مرتبات واصرف للعيبه او اللعيبه تفك منك على مباراه واحده. انا وجهه نظري كنادي الاتحاد السكندري احنا لسه يعني اصدرنا بيان دلوقتي وبعتنا لاتحاد الكوره نادي الاتحاد السكندري قولا واحدا يعني مش هيلعب بعد البطوله الافريقيه. نادي الاتحاد متمسك ان في جدول جاله الجدول ده عاوزين يعدلوا ده يوم 3 يبقى يوم 5 او 6 مع ان احنا داخلين على عيد يا كابتن اسلام وحضرتك فاهم يعني ايه عيد. يعني يوم 3 احنا الجدول جاينا يوم 3 وكل الفرق اللي هي مهدده بهبوط او على البقاء هتلعب يوم 3. فانا اللي انا فاهمه انه ممكن يبقى يوم 5 او 6 يوم 7 ما عندناش مشكله. كابتن اسلام حضرتك انت عارف ان كابتن حلمي طولان ماشي من نادي الاتحاد. انا لسه سامع الكابتن طلعت كان بيقول لو المباريات بعد كاس الامم انا يعني مش هيقدر. بالظبط بالظبط. انا تعاقدي مع الكابتن طلعت على فكره مباراه واحده فقط بس. هي مباراه طلعت ده ابن نادي الاتحاد. الراجل كتر خيره في تاريخه الكبير ان هو وافق انه يمسك نادي الاتحاد مباراه واحده. طبعا طبعا. هو يعني انت عارف يعني هو اكيد اكيد طلعت كابتن يعني متعاقد او الناس متكلمه معاه على السنه الجديده. فحضرتك يعني انت ان انا النهارده هو قال لي المباراه طيب يوم 10 انا تحت امرك، بعد يوم 10 انا همشي. انت حضرتك ما تحطنيش بقى في كورنر بقى، وانا بقول يعني كمان مره يعني يعني الكابتن عامر حسين رئيس لجنه الانتخابات عامل تهلوان عشان يخلص البطوله. ولكن انت حضرتك ان انت خلينا ان احنا نكمل بعد البطوله الافريقيه، على فكره انا ما بتكلمش على نفسي بس، انا بتكلم حتى على الزمالك والاهلي. يعني يعني النادي الاهلي او نادي الزمالك اكيد داخلين بطوله افريقيه واخر يوم لبكيت يوم 31 يوليو. نعم. طب معلش الناس دي هتيجي ازاي؟ افرض معلش افرض انا نادي الاتحاد ما بتعاقد مع مدير فني وعايز امشي اخر الشهر ده. لا افرض حضرتك المعارين هيبقى موقفهم ايه لو البطوله اتلعبت لو الماتش ده اتلعب بعد بعد كاس الامم؟ انت المعارين اللي عندك يا فندم اكيد محدد وقت يعني يوم كذا هيمشي، طيب هيكملوا معاك ولا مش هيكملوا؟ ولا هتقعد بقى تتصل بهنا وبهنا وبهنا تقول لهم معلش عشان خاطري وبتاع؟ بالظبط. احنا يعني تمسكنا بهذا الموضوع واضح. نادي سموحه برضه المهندس محمد فرج عامر امبارح برضه بعت نزل بيان هنحاول نجيب المهندس محمد فرج. يا ريت. نعم. وبرضه بنتصمع نفس الكلام ان المباراه تبقى قبل البطوله الافريقيه والموضوع يتحسن بالنسبه لنا. ولكن انا اي وقت بعد البطوله الافريقيه هيبقى صعب جدا. انا بشكر حضرتك جدا يا حاج محمد الحاج محمد مصلح رئيس نادي الاتحاد السكندري، والحقيقه كلام محترم يا استاذ محمود.
لا ما هو يعني كلام واقعي محترم طبعا وواقعي. لا طبعا الحاج محمد يعني ربنا يكون بعونه اللي هو بيعمله وبرده كده مش يعني مش شاكرين له اللي هو بيعمله يعني معركه دلوقتي عاوز اقول لك على حاجه، كل الناس بتتعرض لحملات ومنهجه عبر السوشيال ميديا. ناس قاعده في البيوت بتكتب اللي هي عايزاه ومحدش بيحاسبها. نعم في اراء كويسه انا مش مختلف معاها، لكن الامور وصلت الى ابعد الى مراحل من الخطوره للتطاول والتجريح والسب والقذف كل اللي يخطر على بالك. كل ده نتيجه ان احنا عند ده يتجسد لك اللي احنا فيه يا كابتن اسلام، ازمه اخلاق من الاخر. احنا بنعيش ازمه اخلاق والله وازمه ضمير ما عندناش، واحلى كلام بنقول عن ربنا سبحانه وتعالى لكن في الكلام بس ولكنه في الفعل غير موجود. فانا اللي بقوله لك اهو برجع وبكررك تاني، هنا بريد يتحمل مسؤوليه ما يحدث الان وعلى انه يظهر ويحل الموضوع لكن يظل يدير الموضوع من وراء ستار، هذا امر في غايه الخطوره. وعليه يقول انا عندي مشاكل واحد واثنين وثلاثه واربعه ويكون صريح وواضح. انت خايف على ايه؟ مش انت قلت ورميت طنه وقنبله ان انا هعتزل العمل العام؟ لا يا عم الجماهير مش هتخرج يا عم تناديك منك انت تقعد. مش هنعيط يا عم ولا هنبكي عليك، محدش يعيط. يا عم انت عاوز اقول ان انا هعتزل مش هترشح عشان واحد اثنين ثلاثه. فالمساله مش محتاجه يعني كفايه كده. انت تطلع تقول واحد اثنين ثلاثه اربعه في النظام اللي احنا ماشيين فيه. انت عاوز تولع الدنيا بالاهلي والزمالك؟ يعني انت منتظر ايه يعني؟ يعني عاجبك الموقف اللي احنا فيه حاليا ده نصل لهذه المرحله؟ طب عاجبك الانديه الثانيه عشان الانديه الثانيه يعني مثلا ما عندهاش مثلا جماهير ولا عندها لا خد بال حضرتك يا استاذ محمود دلوقتي ايه؟ الاهلي الاتحاد سموحه بتروجيت حرس الحدود المقاولين اعتقد إيه يعني حوالي سبع او ثمان انديه او تسع انديه مش عايزه تلعب بعد كاس الامم. مش هينفع تلعب ده العقل بيقول كده بيني وبينك. ده مش العقل ده قانون الكوره يا فندم بيقول كده ازاي يعني تبدا يعني طب ما هو خلي بالك من فتره من ثلاث اربع شهور عمل خبر لك هاني بريده يحاول اقناع الاتحاد الافريقي بالحصول على سك ويعني السماح بان ينتهي الدوري المصري بعد ايه؟ بعد كاس الامم. ازاي؟ عاوز ياخد شرعيه من الكاف ورفض. طب ازاي رفض؟ لا انا عاوز اسالك سؤال، طب هتلعبها ازاي؟ باللعيبه الجديده ولا القديمه؟ ما عاوزين نفهم برضه بالشكل العام يعني ازاي بالقائمه الجديده ولا القديمه؟ طب الناس دي الموجوده والناس دي اللي هتمشي. يعني حاجه غريبه جدا يا عم، خلص ياخد الدوري ياخد الدوري بالظبط. هو ده اللي انا قلته على فكره يا عم، عاوز ياخد الدوري ياخد الدوري. انت عارف انا قلت كده؟ انا ممكن تبص اللي مش هيكسب ماتش الاهلي والزمالك خلاص يبقى بص انهي الدوري قبل كاس الامم. خدوا الاهلي خدوا الزمالك خدوا بيراميدز اديته البيراميدز مفيش مشاكل. بس اهم حاجه انهي المسابقه وريح وريح الناس وشوف الناس الفتره دي سيبها لفتره الكاس اللي هم الشهر ولا الشهرين دول عشان حتى يبقى عندك موسم تقول ان انا بستعد يا جماعه نجحت كاس الامم باذن الله تعالى وعملنا لقطه الجمهور اللي احنا عاملينها خلاص يا جماعه جمهور الكوره هيدخل باللي احنا عاملينه نرجع المره الجايه نرجع عاوزين الجمهور بقى خلاص ماشي. واللي خد الدوري يتقال له مبروك واللي ما خدش الدوري يتقال له هارد لك وابتدي ينظم نفسه بقى وخلي تبدا تنظم نفسك كلام. لكن المساله انت تسيبها كده مش حسابات مين ياخد الدوري، سيبك مين ياخد الدوري، انت انهي المسابقه بما يرضي ضميرك. وانت كرست حت كوره منتخب من جمعيه عموميه ارضي ضميرك استاذ محمود. بعض من لا يشجع الاهلي خلاص ولعيبه كوره يعني سالتهم قالوا لي يا عم ما هو ده كلام لازم يخلص قبل كاس الامم. لازم اي لعيب كوره في الدنيا هتساله هيقول لك يا عم خليني اخلص قبل كاس الامم واخلص واخد اجازتي كسبت بقى طبعا عايز اكسب وكل حاجه بس كسبت خسرت نبتدي بقى كاداره تشوف هتعمل ايه في كل الانديه مش في الاهلي بس. لا طبعا مش اي واحد لعيب كوره ممكن تبقى ناس طالعه تقول كلام وهي مش مقتنعه بيه على فكره بالمناسبه يعني. لا طبعا لانه مفيش لعيب كوره بيقول كلام هو مش مقتنع بيه. معلش هنكمل كلامنا مع استاذ محمود صبري ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ محمود طب ايه الحل؟ هعمل ايه؟ طب انا لازم اسالك الحل. انت مش معقوله تبقى معايا وما اسالكش الحل ايه؟ الحل ان زي ما قلت لك انه اتحاد الكوره والمهندس هاني بريده يعني ياخد بزمام الامور يعني
لا يدع الامور ويتركها كده تدار باللي احنا شايفينه ده. لا في موقف انت حددت دلوقتي بتقول اجتماع الساعه 1 يوم الاثنين. طب والماتشات اللي هتتلعب بالليل الساعه 5 ماتشات دول ايه الموقف يعني؟ يعني انت ايه هدفك؟ خد بال حضرتك يعني المفروض على الاقل يا اما تقول يا جماعه اجلنا الماتشات لغايه ما ناخد الاجتماع ناخد فيه قرار. حاجه غريبه انت مستني ايه يعني؟ لكن انا اللي انا بقوله لك انه بعد نتيجه ماتش بكره ان شاء الله باذن الله يعني بناء عليه هتحدد نهايه الدوري. ده تبقى كارثه. انا بقولها لك هتبقى كارثه بيني وبينك. دي حصل. انا ممكن تبص دي قولا واحدا من وجهه نظري. لا يعني وفي حدود معلومتي قدر انا بقول لك اهو قولا واحدا الدوري هيتحدد. دي معلومه ولا لا؟ معلومه معلومه. الدوري هينتهي في في اللي احنا شايفينه ده يعني نهايه بكره النهائي الكونفدراليه هتحدد الشكل النهائي لمسابقه الدوري. طيب لكن هو المفروض انه انديه الدوري يبقى عندها قرار وموقف واحد. طيب خلينا بمناسبه القرار والموقف الواحد ناخد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. باشمهندس ازاي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وحضرتك طيب. اسلام وحشنا يا فندم والله. حضرتك اكتر. كله تمام؟ استاذ محمود اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ محمود؟ منور. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. يعني باشمهندس طبعا سموحه الحمد لله الامور بقت جيده جدا خلال الفتره الاخيره بقياده الكابتن حسام وبجهود حضرتك. الحقيقه دايما بتعمل مجهود كبير جدا خلال الفتره الاخيره. لكن السؤال الاهم دلوقتي حضرتك مع نهايه الدوري قبل بدايه كاس الامم ولا؟ انا مع نهايه الدوري قبل نهايه كاس الامم. غير منطقي ان احنا نقعد الفرق اللاعبين يقعدوا لغايه بعد كاس الامم. يفضلوا يتمرنوا بعد كاس الامم وبعدين يلتحم الموسم ده بالموسم ده. طبعا كلام يعني كلام غير منطقي غير منطقي. طب ممكن حضرتك تقول لي الاسباب غير منطقي ليه يا فندم؟ ما هو ازاي انا هقعد الناس لغايه اغسطس لغايه اغسطس وبعدين ابتدي في سبتمبر افضل معلق مصير الانديه مصير الدوري واللاعبين والاجهزه الفنيه يفضلوا يشتغلوا طول المده دي. نعم. وبعدين يبتدي في اغسطس والعب في سبتمبر ازاي؟ الحم المسلمين في بعضه. لا خصوصا انت فاضل لك مباراه واحده اعتقد. كلام غير منطقي. ونادي سموحه فاضل له نادي سموحه فاضل له مباراه واحده يا باشمهندس. فاضل لي مباراه واحده وانا مصر على اني العب هذه المباراه قبل كاس الامم وانا متفق مع الاهلي بان الدوري لازم يبتدي قبل كاس الامم. طيب حضرتك بتتكلم طبعا بشكل خاص على سموحه وبشكل عام على مصلحه طبعاً الكره المصريه. ده مصلحه نادي سموحه طبعا اولا مصلحه الكره المصريه. نعم. فطبعا الموقف ده ان الاهلي بيتبنى هذا الموقف فلذلك في تطابق في الاراء. واعتقد ان في انديه كثيره اخرى هتكون رايها زي راينا لان مش منطقي ان انا اقعد الفريق 35 يوم او 40 يوم 55 يا فندم عشان مباراه واحده. نعم 55 يوم عشان مباراه واحده واقعد لاعبين واوقف انتقالات وانتقالات افارقه وانتقالات مصريين وحضرتك مرتبط بمواعيد معينه ما ينفعش الكلام ده كله ابدا ابدا ابدا. اذا نادي سموحه المنطق والمصلحه تقتضي بذلك وهو ده موقفنا ومعلن واعلناه امبارح. طبعا يعني انا بعت جواب لاتحاد الكوره بهذا الكلام. بعت جواب رسمي بعتنا بيان رسمي لاتحاد الكوره بهذا الكلام. تمام شيء جيد جدا. انا بشكرك جدا يا باشمهندس. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. هو البقيه تاتي خد بال حضرتك. ما انا بقول لحضرتك بنحاول دلوقتي. ما انا بقول لحضرتك هنا بتحمل على الانديه. وانت اصلا ما بتقدملناش دعم. يعني لو بطل الدوري بياخد مثلا 100 مليون فهيبقى يعني الدنيا يعني خلاص الناس بتقاتل عليه. ولا هياخد 50 مليون ولا بياخد دعم على اللي بيحصل فيه. مفيش كلام كله ده كلام ما معنوي. فانت ما تسهل على الناس. ليه انت بصعبها قوي علي؟ ما اللي ياخد الدوري ياخد الدوري. انا بالنسبه لي ما يعنيش مين ياخد الدوري. انا بالنسبه لي انت تنهي الموسم وتفكر وتقعد بقى. اقعد يا عم المهندس انا بريد عشان خاطري. اقعد وقول لنا ايه السلبيات اللي حصلت. يعني عاوز نفسي مره تطلع تقول لي ايه الايجابيات اللي قدمها الدوري المصري. كام نجم يا سيدي؟ مش في لجنه فنيه ولا احنا بنقول الكلام ده؟ فين اللجنه الفنيه بتاعت اتحاد الكوره؟ ولا حاجه. احنا لينا 750 سنه في حكايه مين رئيس اللجنه الفنيه. ايوه نفس مره اشوف تقرير ولا ملحوظه تتطبق يعني يتم تعديلها. يتم ان احنا نعمل شكلها. يا اخوانا ما فيش، هي ماشيه كده. فاتحاد الكوره هو المطالب بهذا الكلام ومطالب اعضاء اتحاد الكوره. يعني مش عاوز احمل كمان هاني وحده الموضوع بصفته انه رئيس المنظومه. لا اللي معاه كمان. انتوا عاوزين نجاح المنظومه ولا انتوا عاوزين ايه؟
لازم يكون لكم موقف برضه في المساله ويكون لكم احساس يا جماعه. ما انتوا لو وجودكم في اتحاد الكوره ما كنتوش هتتصدروا المشهد في شاشات التلفزيون اللي انتوا قاعدين عليها برضه. فقدموا حاجه تقولوا ان احنا نستحق ان احنا قاعدين كده. قرار بقى قرار يعني قولوا قرار من صالح الكوره، يعني مش لصالح حد، لصالح الكوره. خدوا حاجه الناس تقول فعلا الناس فعلا خدوا قرار صح. هيطلعوا الشتاء بقى اسوء يعني انا ماليش دعوه بالكلام ده. لا انت انتخابات الجمعيه عموميه مصلحه الكوره ما يا فندم، انت انتخابات الجمعيه عموميه اتحمل مسؤوليتك وخد قرارك اللي انت شايفه مش من الصالح يعني. طب يعني نسال طب يعني هنقول الانديه تلغي الكوره، طب هتلعب بمين؟ ما احنا اهو زي ما انت شايف احنا ده كل الناس حاطه ايد على قلبها على المنتخب في كاس الامم، البطوله على ارضنا. لكن الناس عشان ما شافتش بقى البطوله ولسه ما شافتش المنتخب المره دي، خلي بالكم الوضع مختلف. افريقيا كلها جايه بمحترفينها. يعني ايه؟ خلاص احنا عدلنا الاستاذ احمد ربنا يبارك لنا فيه هو اللي معاه، احنا بقينا تبع اوروبا. اللي عايزاه اوروبا يحرم علينا. فجابوا لنا البطوله حطوها لنا في الصيف. طول امرنا بنلعب افريقيا في الشتاء. صح. لكن عشان الدوري الاوروبي ما يتاثرش والبهوات ما يزعلوش برضه، هم اصحاب الفضل، فاحنا عدلنا المصلحه، فجايه لك الكره الافريقيه بكل محترفينها المحترفين. كان قبل كده ما بيقدرش يجوا عشان انديتهم عندهم ارتباطات وفلوس وما فيش مشاكل. صح. المره دي جايه لك ايه؟ منتخبات بكل ما تحوي. فما تعتقدش ان البطوله المره دي هتكون سهله. البطوله لا، البطوله مش سهله، البطوله صعبه. انت كمان عندك منتخب برضه بيمر بمرحله انتقاليه. مظبوط. على فكره ولسه بتدور على عناصرك. ايه المطلوب يا استاذ محمود دلوقتي سريعا؟ المطلوب لا، المطلوب نهايه الموسم قبل كاس الامم. نعم. قولا واحدا تحت اي ظرف، اللي يفوز بالدوري يفوز بالدوري. لا انت بتقول كده عشان انت اهلاوي. لا بتقول كده عشان انت اهلاوي. لا في شغل في الشغل ما فيهوش لا اهلي ولا زمالك. انا بقول لحضرتك عشان انت بتقول الكلام ده. ما فيش في الشغل اهلي وزمالك، في الشغل. لا انا بقى بضحك، انا عارف طبعا، انا عارفك تحديدا، لكن انا بقول كده عشان هما الناس هتطلع تقول كده. ايوه مش هما بيقولوا كده. لكن في الشغل ما فيش الكلام ده. انا يهمني ويعنيني بالدرجه الاولى نهايه الموسم. مين البطل؟ انا اللي بطل هنقول له انت بطل وهنحييه، واللي مش بطل هنقول له هارد لك خلاص، انت ما خسرت عشان انت المشاكل عندك. ال 18 نادي ينظموا نفسهم. يا اما انت بقى تقول ايه بقى؟ طب قررنا يا جماعه الغاء الهبوط وهنرجع الدوري خليه 22 ها؟ ولا خليه يا عم يعني هنعمل كده بقى. ونعمل بقى ايه؟ على فكره على فكره عايز افكرك بحاجه. انت تعرف ان المفروض كان السنه دي الدوري دوري مجموعتين؟ لا مش مجموعتين، كان المفروض الدوري يرجع 16 نادي. المفروض بس ما ينفعش. بس طبعا. انا بكلمك اهو، شوف ارجع انت بس القرارات اللي اتخذت وهات وحاسب واكتب وركب الكلام والجمل، شوف بتتبدل الامور حسب ايه؟ حسب المصالح وحسب الاهواء وحسب ما انا عايز ايه. الدوري السنه اللي جايه كان يبدا 16 نادي. 16 نادي وبعد كده التدريج ال 16 يبقى 14، وهنقف عند 14. هنقف عند 14 عشان ده صالح مين؟ قال لك صالح بطولات افريقيا عشان الانديه في افريقيا وعشان صالح المنتخب. خلاص طب انت وعشان تصلح الدرجة التانية وعشان تصلح الدرجة التانية وعشان انت بتوسع ايه؟ لا يعني اتحاد الكورة يجب ان يتم اتخاذ قرار هو ولازم القرار اللي ياخده يكون عارف ان هو في صالح الكورة المصرية. لو شاف انه مش في صالح الكورة المصرية هو حر، يبقى عنده في مصلحة حد تاني. يعني انا بشكرك جدا يا استاذ محمود، دايما الحقيقه بتنورنا وبتشرفنا، ودايما الحقيقه بتثري دايما ملعب الاهلي بوجودك معانا. دايما بتنور معاك ابو الكباتن. شكرا جزيلا يا استاذ محمود على وجود حضرتك معانا. انا بشكر استاذ محمود طبعا، الاستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي بجريده الاهرام. هنطلع فاصل وهنتكلم بقى من الناحيه الفنيه، الجزء القادم من الناحيه الفنيه، هل الدوري يخلص قبل ولا بعد كاس الامم الافريقيه مع اثنين من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير والنجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي الكبار في الجزء الاخير من ملعب الاهلي بعد هذه القرارات الهامه جدا اللي اتخذها مجلس اداره النادي الاهلي. خمس قرارات اتخذها مجلس اداره النادي الاهلي امس بعد اجتماعه الطارئ اتلجت صدور كل الاهلاويه. خليني ارحب الاول بالنجم الكبير الكابتن فتحي نصير. ازيك كابتن؟ مشرف النور. كابتن سلام الله يسلمك. حضرتك كله تمام؟ كله تمام الحمد لله.
كابتن شريف ازي حضرتك؟ ازي كابتن ازي حضرتك؟ منور ومشرف ودايما نجم. ربنا يخليك كابتن فتحي. ربنا يخليك. كابتن طيب. طيبة يا كابتن شريف. أول مرة نلتقي في رمضان. فعلا؟ أهو مع إسلام. كل سنة وحضراتكم طيبين. على طاولة الإسلام. ربنا يخليك يا كابتن. كل سنة وحضراتكم على طاولة الأهلي. مش إسلام. طيب كابتن فتحي خليني أبدأ بحضرتك. كلمنا كلام كتير جدا. أنا الأول عايز أعرف رأيك فيما يحدث بقى بما إنك واحد من الخبراء الدوليين في هذا المجال تحديدا وفي الكلام اللي احنا بنقوله تنظيم وكذا 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 وكذا. ايه اللي حضرتك شايفه في اللي بيحصل ده من وجهه نظرك؟ شوف اولا الحاجه ما شفتهاش قبل كده. يعني اصبحت خبره عند الواحد. طبعا ايه هي الخبرات؟ الخبرات انك يعني تكتسب حاجه انت لا تعلمها. فدي اكتسبنا السنه دي حاجات حاجات كتير احنا لا نعلمها. في هذه المسابقه أو مسابقة الدوري بمعنى أصح، في ترتيبها وتنظيمها ومباراتها وإخراجها، في التعامل معها، في كان ممكن تتعامل معها بأسلوب لو فني. الجانب الفني لم يمس المسابقة، خدناها تقليدية. تقليدية إن 18 فريق هيلعبوا بعض، هما اندوي بره وجوه، واحنا طبعا ظروف المباريات مفيش بره وجوه هنا لان هما ملعبين ثلاثه الماتشات بتلعب عليهم، فاصبح هذا الشرط غير موجود. وبعدين اصبح عندك كمان جانب مهم جدا ان انت ما انتش عارف انت تسيطر عليه، تنظيم المباريات اسبوع الثالث قبل الرابع والرابع قبل الخامس والخامس مش عارف ايه، الدنيا داخله ببعضها. طب ماشي، ايه اللي كان ممكن احنا نعمله فني غير ان انا لما بلعب بكسب باخد 3 نقاط، التعادل نقطه والهزيمه لا شيء. بنلعب 11 11 وثلاثه تغييرات. نيجي عندي ثلاثه تغييرات دي بقى، ده مش اختراع. اولا الاتحاد الدولي بيقول ان في المباريات الدوليه الوديه لك حق تغير لغايه 6 باتفاق الدوليه الوديه لك حق تغير لغايه 6 باتفاق ايه الفريقين الطرفين. وساب للمسابقات المحليه اللي هي زي دي كده انك انت تعمل التغيير زي ما انت عايز، يعني تعمل 3 تغيير او تعمل 4 تغيير او تعمل 5 تغيير. يعني ده ممكن؟ ممكن. ده لائحه داخليه. فاذا انا بقى مش هغير نظام المسابقه، لكن كنت انت غيرت اللائحه دي البند ده. فانت لو قلت ان انا 5 تغيير، الخمسه تغيير دولت هتغيرهم داخل المباراه، يبقى ده كل فرقه لما تغير 5 يعني بتغير نص الفرقه. يبقى اذا لما اعمل دوري مضغوط هيبقى الدوري مضغوط بس انا عندي لعيبه نازله فريش. نعم. يعني بدل ما العب الدوري المضغوط ب 22 لعيب هلعب الدوري المضغوط ب 30 لعيب. لان ماتشين يعني لو لعبت ماتشين كل ماتش فيه مثلا 11 11 وجيت في الماتشين بغير كل ماتش ده غير فيه 5 اكني بلعب 15 15 او 16 16. يبقى حدي راحه للعيبه. دي هتعالجني في ايه؟ قله الاصابات. كثره اصابات الموسم عدم انتظام المسابقه. يبقى هعالج الاصابات، هعالج المستوى، المستوى الفني كمان للمدربين. انا عندي مدربين كويسين جدا في جميع 18 نادي، لكن كلهم ما بيشتغلوش. هتقول لي ليه؟ لانه ما عندوش وقت يشتغل. بين المباراه والمباراه 3 ايام. يبقى بيلعب النهارده، يبقى عنده بعد 72 ساعة مباراة تانية. سهو لو الدوري خلص بقى بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية. لا لا عنده شهرين أهو. ما هو لسه اشتغل فيهم براحته. ما احنا لسه هنوصل لها دي. إذا ده أنا بقول إن الدوري لم أنا بكمل على الأستاذ محمود صبري كان بيتكلم بيقول إن المستوى مش مرتفع. فأنا بجاوبه من الناحية العلمية ليه مش مرتفع؟ نعم. لأن المدرب يا كابتن إسلام ما بيشتغلش. ما يلحقش يشتغل، ما يلحقش يصلح خطأ المباراة السابقة. لأنه ولا يقدر يحضر للمباراة القادمة، لأن الوقت ضيق. وبعدين كثرة الإصابات قلناها. طب لما يكون عندي إنذارات، هتقول لي الإنذارات 3. طب ما أنا أخليها 4. يبقى هقلل عدد اللعيبة اللي بتتوقف. وده جائز جائز داخلية قانونية. كلها لوائح داخلية. وبعدين واحد ممكن يقول يا كابتن إسلام ده أنت لما نعمل تغيير 5 يبقى المباراه هتقف كتير وهيؤثر على المنتخب مثلا على كده. يبقى انا اقدر اعمل التغيير بتاعي 2 لعيبه بين الشوطين اجباري واخلي الثلاثه ثلاثه عشان ما اضيعش وقت، لان التغيير بيتحسب بيه من 20 ل 30 ثانيه. فاذا هعمل لو عملت 10 تغييرات هيوقفوا الماتش كتير. فانا اقدر نعملها. الكلام ده اتعمل فين؟ اتعمل في بلاد، اتعمل في اوروبا في بطولات. يعني مثلا قبل ما
كاس اوروبا في كاس عالم، مش كاس عالم يعني انها كاس عالم، لكن الفرق اللي بتهدي نفسها لكاس العالم عملوا عمل هذا الوضع. يكون انا عندي عاوز انظم بما عن مشارك السنه دي في كاس عالم، وعاوز اضغط الدوري شويه احافظ على لعيبتي. هل الدوري معمول للمحافظه على اللعيبه؟ لا. طب نيجي للمرحله اللي احنا فيها دي، لما اقعد شهرين ااجل عشان العب ماتش، غير الناحيه الاقتصاديه اللي انا حصرف كل ال 18 نادي هيصرفوا لمده شهرين على مباراه واحده، مرتبات لاعبين ومرتبات مدربين واداريين. الملاعب بتاعتك كمان امتى هتصلحها؟ اذا كانت الملاعب بتاعتك كلها هتستهلكها وهتخش، ثم بتكتب بدايه النهايه، تكتب بدايه النهايه للموسم القادم. يعني ايه بدايه النهايه للموسم القادم؟ الموسم القادم متى يستعد الفرق او تستعد الفرق للموسم القادم؟ فتره الاعداد سواء البدني او الفني كل حاجه بقى او فين هتعملها. يبقى انت بتكتب في الحاله دي. انا اسف ان انا طولت. لا كابتن شريف يتكلم، كابتن شريف قال رايه اصلا امبارح، انا كنت معاه امبارح وبنهايه كان كل الكلام حضرتك بتقوله ده. بالظبط. اذا بتكتب بدايه النهايه للموسم القادم اللي احنا بنامل انه يكون موسم ناجح. هو لن ينجح لان ما عدتلوش، واللي ما بيعدش حاجه صح عمر ما تنتظر منها النجاح. تمام. كابتن شريف امبارح حضرتك قلت لي حل صح؟ بتاع دخول لعيبه ورجوع لعيبه. عايزك بس تقرا ايه الاثنين دول عشان دول مهمين. طلعوا النهارده دول؟ نعم؟ دول جم النهارده؟ جم النهارده، جبناهم النهارده. جبناهم تونس والمغرب. تونس والمغرب. المباريات المؤجله شوف هيلعبوا لغايه يوم كام؟ هيلعبوا لغايه يوم 15/6. شفت انا لما كلمتك على حكايه المنتخب؟ والمنتخب هيلعب هيتجمع يوم كام في تونس وفي المغرب؟ يوم 6. كل المنتخبات تقريبا هتتجمع يوم 6. وان اللعيبه اللي بتوع المنتخب تلعب تطلع بره تلعب او بدون الدوليين يعني امبارح يكمل بدون الدولي. هو كده هو عامل يعني في حاجات عاملها كده وفي حاجات عاملها لا، هو ان هو يلعب اللعيبه بتوع المنتخب يطلعوا بره يلعبوا الماتشات بتاعتهم ويرجعوا تاني. لا معايا او معاك مفيش مشكله، بس انا قلت ايه يعني برضو لان انت قلت لنا الحل ده برضو ده الحل ده مش انا بس اللي طرحته الحقيقه، ناس كتيره يعني، ولكن انا بتكلم هنا في ملعب الاهلي. انت قلت لنا في ملعب الاهلي هذا الحل. انا اقتنعت بده يا كابتن فتحي، ان النهارده لعيب بيقدر، عندك 4 لعيبه في الزمالك وهم 4 لعيبه في الاهلي، يعني قلنا دول يقدروا يروحوا على المباراه ويرجعوا تاني، وعندهم 13 و16 ماتشين، منهم ناس اعتقد انها في القوام الاساسي وناس هتتشاف. وادينا مثل باحمد علي في المقاولين، لابد ان ياخد في المباراه القادمه. مروان محسن يعني معروف خلاص مع بالنسبه للاجيري ده معروف، ولو ما خدش في 13 هياخد في 16 يعني المباراه الثانيه. ان هم اللي هم انت مش هتاثر. وليد سليمان اعتقد ان هو مش هيبتدي بيه اساسي في المنتخب، يعني هيبقى بديل جيد. انا ما اعتقد، دي وجهه نظر انا، وان كان لو عمل وخلاه اساسي دي قصه ترجع له هو، انما هيشوفه برضه. انما احنا عايز اقول لك ما فيش من اللاعبين حتى في الزمالك او في الاهلي ما يعوقوا حته ان انا اخرج وارجع تاني. لا لا يخرج يبات. طب معلش يا كابتن، انا فاكر انت كنت انا معاك زمان في منتخب ناشئين. كنت ببات واطلع العب مع النادي الاهلي وارجع لكابتن فتحي تاني. طيب خلينا بس نروح لاستاذ محمد الطويله رئيس نادي النجوم. استاذ محمد ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب وبألف خير كابتن اسلام والاستاذ الكبير استاذ فتحي وكابتن شريف. كل سنه طيبين. كل سنه طيب يا فندم. كل سنه طيب. كل سنه طيب. استاذ محمد، طبعا بعد تاكد هبوط النجوم خلال هذا الموسم، ويعني طبعا النجوم من الفرق اللي ادت مباريات جيده، ولكن سوء الحظ وعدم ترتيب جدول الدوري اشياء كثيره جدا نقدر نتكلم فيها، ولكن في النهايه هبط النجوم هذا الموسم. ولكن انا عارف ان حضرتك عامل خطه عشان السنه الجايه ان شاء الله يعود النجوم مره اخرى. طيب كابتن اسلام، خليني ننأى بنفسي عن موقفنا كنادي النجوم، سواء هبطنا او بنستعد كله. نعم. خلينا نتكلم في الموقف الحالي اللي هو بيهم. اتفضل يا فندم. المصريه اللي هو فعلا عليه ضغط كبير جدا، ولازم نعترف ان احنا في مأزق كبير جدا. نعم. كلنا، مش اتحاد الكوره ولا نادي الاهلي ولا نادي الزمالك، المنظومه كلها. نعم. خليني اخذك يا اسلام بعد اذنك. اتفضل يا فندم اتفضل. انا هخش في اتجاه بعض البنود القانونيه اللي من وجهه نظر كل الناس اللي اطلعت معاهم على المنحه القانونيه قد تكون سبب اساسي في ابطال، بالتاكيد ابطال
او بطلان بطوله هذا العام. هقولها بسرعه، والبند اللي انت تشوف عايز تقول لي طب قول لي ده بينطبق علينا في ايه، هقول لك ماشي مفهوم. مبدا واحد، مبدا المساواه وعدم التمييز خاصه على اساس الثراء، هو احد المبادئ الحاكمه في النظام الاساسي للفيفا ماده 4. يعني ايه المبادئ الحاكمه؟ مبادئ الحاكمه اللي هي لا يجوز الاجتهاد فيها. حكم من الفيفا ما فيهوش كلام. اللي هو الاساس. التمييز مهم جدا. تمام، اللي هي الماده 4. تلتزم الاتحادات والاعضاء. عايز ثانيه واحده؟ اتفضل يا فندم. طبعا كابتن فتحي معانا وكابتن شريف، لو في اي حاجه عايزين تسالوها. احنا عايزين نخليه يخلص نشوف الماده بالظبط كده. هو الماده 4 دي برضه هتبقى على الناس مطلوبه، ان احنا الناس تفهم برضه. اه طبعا، المساواه القانونيه والمساواه. وخلي بالك ادي او هو ده اللي بيرتكن عليه النادي الاهلي في اتخاذه لمثل هذه القرارات اللي خدها في اجتماع امبارح. مساواه وتكافؤ الفرص لجميع الانديه، والمساواه وتكافؤ الفرص في اي مسابقه من المسابقات ايا كانت، لابد شرط من الشروط المساواه. هو معانا استاذ محمد يا جماعه ولا فصل؟ طيب لما يجيب بقى الحاجه ويجهز قولوا لي عشان نكمل. اتفضل يا كابتن فتحي. هو مبدا المساواه اللي هو بيتكلم فيه طبعا هو ده صح، ان انت ايه اي مسابقه من المسابقات على مستوى ده من لوائح الاتحاد الدولي، ان بتقول لابد يضمن العداله والمساواه بين كل الفرق المشاركه سواء انديه او منتخبات بلاد في اي مسابقه من المسابقات. لازم العداله في كل شيء، العداله في التوقيتات، العداله في التغييرات، العداله في الراحات بين الفرق، كل الحاجات دي كلها لازم يكون في عداله وفي توقيتات. حتى لو مثلا هنلاقي بطوله افريقيا دلوقتي لما بتتلعب هيلعبوا اول دور اللي هو الماتش الاولاني مصر، والماتش الثاني، الماتش الثالث في المجموعه كله الفرقتين بيلعبوا في نفس التوقيت. طيب ناخد عشان العداله، ناخد والمساواه. العداله والمساواه اللي هو ماده 4 اللي اتكلم عليها استاذ محمد الطويله. طب خلينا نكمل مع استاذ محمد الطويله رئيس نادي النجوم. اتفضل يا استاذ محمد. طيب اتفضل. احد الاهداف للاتحاد المحلي والاتحاد المصري هو اداره اللعبه بما يحقق المساواه الماده 3 على 1. احد اهداف ايضا منع كل الطرق والممارسات التي قد تعرض نزاهه المباريات والمسابقات للخطر، ماده 3 14. رئيس الاتحاد، ودي مهمه جدا لان هنجيلها، رئيس الاتحاد ملزم بالتأكد من تنفيذ أهداف الاتحاد ومن بينها الهدف اللي احنا أشرنا إليه عليه اللي هو تعرض المباريات والمسابقات للخطر. ده من أهم وظائف رئيس الاتحاد، أن يتأكد بنفسه من هذا الموضوع. نعم. اتحاد الكرة المحلي ملتزم في لائحته بعدم القيام بأي نوع من أنواع التمييز حتى وإن لم يتضمن اللائحة بتاعته، بخلاف النظام الأساسي للفيفا، التمييز على أساس الثراء. التمييز على أساس الثراء ده شيء مهم جدا ومتواجد عندنا في الدوري هذا العام. نعم. من أهم الحاجات اللي اتحاد الكرة يلتزم بيها ألا يكون هناك تمييز على أساس الثراء. لو عايز مثال قول لي. اساس الثراء اللي هو ايه؟ الثراء بمعنى ايه؟ الثراء ولا الثراء؟ الثراء المادي. المادي. الثراء الفلوس يعني، ماديا يعني. طب يعني انا هديك مثال. وده موجود ولا حضرتك شايف؟ طب حضرتك شايف موجود المواد واحد اسباب المشكله. يعني حضرتك شايف يعني كم ماده من المواد اللي موجوده او اللي حضرتك قلتها لنا دي بتؤدي الى ابطال بطوله الدوري زي ما حضرتك بتقول؟ من احد الاسباب اللي ممكن تؤدي الى بطوله الدوري. انهي واحده فيهم بقى يا فندم؟ لو عايز مثال لها، لو عايز مثال قول لي مثال، لو عندك حضرتك مثال قول لي مثال. من احد المشاكل اللي ترتبط على العداله في المسابقه، ان بعد اللائحه بتنص على الحكام من بدايه الموسم، شروط المسابقه بتنص على ان الدوري هيقام بحكام مصريين. جه بعد كده نادي بيراميدز، وهو نادي معروف عند الجميع انه من الانديه الثريه اللي عندها ثراء مالي، طلب حكام، فاضطر اتحاد الكوره ان هو يغير القاعده اللي في الشروط وجاب حكام اجانب
انا كنادي ثاني او بلاش انا اي نادي ثاني ما اقدرش يطلب الطرف ده بصفه طول السنه لانه ما عندوش القدره اللي هي الثراء المالي هنا اختل ميزان العداله. تمام. هنيجي بعد كده معلش انا مهلك عشان بس احنا بنقرا اكيد اكيد انا عارف. طيب صح الماده 108 بتحظر تغيير حكم سبق تعيين المباراه. يعني ايه؟ يعني لو انت عينت حكم لمباراه وجيت غيرته ده شيء محظور تماما في الماده 108. طب انت قلت الاول عينت الحكام بالقرار في لجنه الشروط المسابقه وقلت الحكام كلهم مصريين وجيت بعد كده غيرت الحكام كلها بالنسبه لنادي بيراميد اصبح الحكام اجانب. نعم. مع العلم بان هنا في اختلال كبير جدا جدا في ميزان العداله. ما تقوليش ان الحكم هو الحكم. طيب. ده كواليتي وده كواليتي. بدليل ان 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 ان, إن وبعدين ده كمان الجوده بتاعه الحكم الاوروبي اللي بيحكم تحت معايير قويه جدا وكمان اختلال ميزان العداله من ناحيه ثانيه ان هنا حكمت بخمس ست حكام وهنا حكمت ب ثلاث حكام او اربعه. اذا ده اختلال واضح لميزان العداله. طيب الماده 79 بيقول لك استفاده الفريق بعدم اللعب على ملعب خصمه يعد اخلالا بمبدا تكافؤ الفرق. البند 5 من نظام وشروط المسابقه في مصر هنا محليا يعني. نعم. تمام؟ نعم. في شروط المسابقه في مصر عندنا بيلزم الانديه المشاركه في البطولات العربيه والافريقيه باحترام المواعيد المبينه بالجدول ويحظر عليها طلب تغيير او تاجيل وهو ما لم يؤخذ به وتسبب فيما بعد بكل المشكلات المصدرة الان. انت النهارده قلت الانديه دي عايزين تلعبوا في بطولتين وثلاثه اتفضلوا ولكن مالكش حق لا تعديل ولا طلب التاجيل. احنا عدلنا واجلنا واجلنا المؤجلات وقعنا في الفخ. حاجه ثانيه مين اللي استفاد يا اسلام ومعاك طبعا من خبرائنا الجمال مين اللي استفاد من مساله اللعب في اكثر من بطوله؟ هو الاهلي والزمالك الانديه اللي هي عايزه تاخد مدخولات زياده وبطولات زياده من هذا المشاركه. طبيعي. ال 15 نادي اللي استفادوه؟ ال 15 نادي دلوقتي ما بقاش عندهم نفس الفرص في العداله. النهارده في نادي كان بيلعب الاهلي والزمالك والاسماعيلي ضد بيلعبوا مباريات منتظمه ومعانا من الناحيه الفنيه الاستاذ فتحي نصير. في نادي ثاني يلعب مباراه ويقعد شهر كامل منتظر المباراه الثانيه. هل يجوز هذا فنيا يا استاذ فتحي؟ لا 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 لا. طيب. محكمة الكاس أعطت الاتحادات المحلية الأحقية في وضع لوائح دون أن يحق لمحكمة الكاس التدخل فيها. شايف قمة العدالة. أنا كمحكمة الكاس حط اللوائح ومش هتدخل فيها ولكنها استثنت من ذلك عدة حالات من بينها انطواء القاعده على تمييز. واحنا كل اللي بنتكلم فيه ده اسلام تمييز. يعني حتى لما نروح لمحكمه يقول لك انا ما ماليش دعوه الاتحاد يحط القواعد اللي هو عايزها. نعم. لكن لما تيجي عند حته التمييز يقول لك لا استنى اتحاد محلي مش من حقك تعمل اي حاجه فيها تمييز. تمام. هناك نقطه حكم قضائي لمحكمه الكاس يقضي بعقب بعدم حقيقه الاتحاد المحلي بتغيير قواعد المسابقه دون ان يسمح للانديه المشاركه بوقت كافي لتوثيق اوضاع. يعني انت لما جيت قلت مثلا ان انا خلاص وافقت غيرت في القواعد اهو قلت انا وافقت لبيراميد انها تجيب حكام واللي عايز يجيب حكام يجيب حكام على ده انت غيرت شروط المسابقه اللي انت بدات عليها. نعم. بيقول لك بقى مش من حق الاتحاد ده حكم قضائي من محكمه الكاس. عدم احقيه الاتحاد في تغيير قواعد المسابقه دون ان يسمح للانديه المشاركه بوقت كافي لتوفيق اوضاعها. بمعنى ايه؟ انت قلت الكلام ده ولو تتذكر كابتن اللي هو المدير الفني للمقاولين عماد النحاس قبل العوده لما كان في الملعب فوجئ بحكم اجنبي علاء نبيل. كابتن علاء نبيل. الكابتن علاء نبيل فوجئ.
النص هنا بيقول لك عدم تغيير قواعد مسابقه دون ان يسمح للانديه المشاركه بوقت كافي لتوفيق اوضاعها. طيب انت انا فوجئت براجل في الملعب. الحاله دي بتقول لك ايه؟ طب انا ما ممكن كنت انا كنت ممكن اروح للراعي بتاعي اقول له معلش النبي شوف لي 5 مليون جنيه عشان عايز اجيب حكام زي تانيين. فانت ما اديتنيش فرصه. انت القانون بيقول يعني عدم تغيير اي قاعده دون ان تعطي للانديه الحق في كلام مهم جدا. طبعا طبعا يعني انت ما اديتنيش الوقت الكافي لتوفيق اوضاعي، هجيب فلوس منين؟ تمام. انت خليتني لطمت على خدودي كنادي وعلى سبيل المثال للمقاولين وخلاص مشيت في المصري، مشيت في المصري مع احترامي تماما للحكام، بس ده اختلال لميزان العداله. هو عموما يعني انا مش عايز هي احكام كتير انا من وجهه نظري، لكن انا هطلع لنقطه ثانيه مهمه معاك اللي هي المشكلات اللي احنا بصددها الان. انا هطرحها كمجرد اسئله برضه. اتفضل. خلينا اول حاجه ماذا بشان اللاعبين المعارين؟ ما هو ده الكلام اللي احنا كلنا بنساله. يعني هل حضرتك مع كل الاسئله بسرعه؟ طيب. ولا عارف انك انت قلتها. اتفضل. لاعب افريقي مثلا بنادي بتروجيت. نعم. انتهى عقده. ولكن هو دلوقتي هيضطر طبقا للوضع ده يستنى لغايه 55 يوم. وبعدين اللاعب ده راح لنادي المقاولين اللي هو هيلاعب بتروجيت. انت تضمن منين؟ هو ما قالش راح انتقل لنادي المقاولين. تضمن منين؟ حقه نظام يلعب داخل المباراه لصالح نادي المقاولين او العكس. بالظبط. طيب اذا حضرتك استاذ محمد مع لو يعني بغض النظر عن او مش بغض النظر الحقيقه ده كلام مهم جدا ده عايز له 10 15 حلقه نقدر نتكلم فيه اللي هي المواد اللي حضرتك بتعلن عنها دي لان عشان كده كلام مهم جدا كالصور. لكن في النهايه هل لو الدوري كمل بهذا الشكل ومن وجهه نظرك هل حضرتك شايف انه يخلص قبل بطوله الامم ولا بعد بطوله الامم؟ بص هقول لك على حاجه. انت كنت بتسال الاستاذ محمود صبري سؤال وهو قال لك حاجه يعني انا متفق معاه تماما فيه. ايوه يا فندم. وهي مرتبطه بلماذا تم تاجيل القرار ليوم الاثنين؟ ترقبا لنتيجه المباراه المنتظره بين الزمالك وبين الفريق السود نهضه بركان المغربي. بركان. نعم. انا هقول لك في توقعي الشخصي وجود أحمد رئيس الاتحاد الافريقي والصلح الذي تم بينه وبين المستشار مرتضى منصور ده تغيير شخصي انا حر ان انا اقوله انا مقدرها يا فندم. اتفضل قول اللي حضرتك عايزه. المستشار مرتضى منصور ودعوته لانه يكون في قلب المباراه والسماح للمستشار مرتضى منصور بحضور المباراه. بعد المباراه ان شاء الله في حاله فوز الزمالك الموضوع هيكون بوديه جدا وهيكون القرار. طب ولا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لم تحدث النتيجه المرجوه. لم تحدث النتيجه المرجوه انا تقديري الشخصي ان هنا هو بقى لابد على المهندس هاني ابو ريضه لان هو طبعا دي خلاص هي الدومنه قفلت هتبقى لا ممكن مش ممكن الاهلي بما عودنا عليه انه هيتراجع مهما كانت لا يا فندم الاهلي بعت رسمي النهارده لاتحاد الكوره خلاص ما لا مجال للكلام ده يعني خلاص بقى اللي جاي ايه. ما انا بترجم لك انا بقول لك الحالتين. يا فندم لا مجال لتراجع الاهلي ومعرفتنا بشخصيه المستشار مرتضى منصور يعني الحاله الوحيده اللي هو قد يوافق انه يلعب قبل فرحه الفوز بالبطوله الوعود الحلوه. طيب يعني بعيدا عن كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مصلحه كره القدم المصريه انتهاء طبعاً انتهاء بطوله مش هتكلم وفتح بن طير المدير الفني السابق لاتحاد الكره موجود ان فنيا لا يجوز ولا كده تمام هو بس هي دي النقطه المهمه انا بتكلم من الناحيه الفنيه. مطلوب من النادي الاهلي اسمعني فيديو. اتفضل يا فندم. هل مطلوب من النادي الاهلي اللي اتهم السنه اللي فاتت بان هو كان فاتح مستشفى في الجيزه في النادي في الجزيره في الجزيره قال احنا مطلوب ان الاهلي يفتح فرع جديد للمستشفى
ازاي انت عايز بقى السبب ايه في تلاحم المواسم بالظبط؟ ازاي انت عايز تعمل تلاحم موسم جديد وتحط لي اللعيبه تصاب واللعيب النهارده ما بقاش ب 100,000 ولا بمليون ولا بخمسه، اللعيب النهارده وصل ل 150 مليون. فاذا طبعا لا انا مع قرار ان لابد تنتهي قبل نهايه الموسم قبل الامم الافريقيه، قبل بدايه الامم الافريقيه. نعم. اتمنى بقى المهندس ثاني ابو ريده ان هو النهارده معلش هو بيقول الو معايا مع حضرتك يا فندم بسمعك اتفضل. المهندس ثاني ابو ريده طبعا كلنا بنقدره ومحترمين جدا جهوده وخاصه على المجال الدولي. النهارده المهندس ثاني ابو ريده بيقول ان هو يعني تعب وزهق من الـ 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 العمل العام. نعم. فلازم نوجه له رساله باشمهندس حتى لو كان هذا قرار في داخلك او تنوع انك انت تنفذه، لا لازم ترتب البيت وتسلم البيت باحسن صوره. نعم. سباقات ونظم وقواعد علشان بصرة الناس تفتكر. عند حضرتك حق 100%. عند حضرتك حق 100%. شكرا جزيلا. لا يا فندم شكرا جزيلا استاذ محمد الطويله، كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. اذا نادي النجوم بينضم الى النادي الاهلي ونادي سموحه ونادي الاتحاد ونادي الانتاج الحربي ونادي حرس الحدود ونادي بتروجيت في المطالبه بانتهاء الدوري العام المصري. نادي النجوم ليس له ناقه ولا جمل زي ما بيتقال، لكن بينضم للمطالبه بانتهاء الدوري العام المصري قبل بداية كأس الأمم الإفريقية. من الناحية الفنية ومن الناحية المعنوية ومن الناحية المادية ومن الناحية التربتتية، لو في حاجة اسمها تربتتية يعني، كل حاجة يجب أن ينتهي الدوري العام المصري. هو بينضم للمنطق أو للمنطق. هو المنطق بيقول إيه، المنطق والعقل بيقول إيه، والصح بيقول إيه، والأصول بتقول إيه، وقواعد لعبة كرة القدم اللي احنا اللعبة اللي هي مفروض احنا بنعتز بيها ولابد ان احنا كمسؤولين نطلع احسن منتج فيها للجمهور. احنا ما نطلعش احسن منتج. احنا كل اللي بنعمله ده يعني هو برشلونة قال لك على الاصابات بتاعه النادي الاهلي، هو حس بيها رغم ان هو في احد الانديه اللي هو مش متاثر. ازاي نادي لما تفضل وقال يقعد شهر ما بيلعبش وبعدين يجي يلعب ماتش تاني في نفس الدوري؟ دي ما بتحصلش. ما انا بقول لك يعني ترتيب المباريات نفسها وترتيب النظم ما كانش هو بالصوره اللي طبعا يعني كله مضرور. يعني هو الفرقه نزلت بس بيقول لك انا قعدت شهر عشان انتظر مباراه ودلوقتي هقعد شهرين عشان انتظر مباراه. ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ مفيش حاجه اسمها كده. مفيش اقعد مباراه شهر واقعد مباراه شهرين وعمال اصرف فلوس وعمال دي فلوس دلوقتي ما هو دخل طبعا ودخل ليا او دخل عليا طبعا. هو كان فتحي احنا طول عمرنا بنلعب في بطولات افريقيا كانت على ملعبنا او في ملعب الغير. الملاعب الغير دي كانت بيحصل لها نفس المشاكل في الميقاتي والتوقيتات وانهاء البطوله. لا السنه دي سنه مختلفه. السنه دي سنه مختلفه. احنا من 2002 واحنا ممكن اسالك سؤالك واحنا في نفس الشكل ده على فكره، وما كانش فيه اي حاجه. النادي الاهلي من 2002 وهو من قبل 2002 بيلعب في البطولات الافريقيه. احنا بقى لنا كام سنه ده؟ هي السنه دي بس عشان بطوله دوري الابطال اتضغطت، بدل ما في سنه بقت تتعمل في 6 شهور. كويس. والبطوله الكونفدراليه نفس الكلام، وبطوله الامم بدل ما كانت بتتعمل في شهر. انا اسالك سؤال، هل لو ده اتعمل في اي بلد تاني كان هيقابل نفس الشكل ده؟ اي عمرها ما كانت هتتعمل، لان لو في اوروبا مثلا كان هيجي مثلا في الكاميرون. في الكاميرون انا بتكلم على الكاميرون لو كانت اللي عملتها. نفس الموضوع. كوت ديفوار ما كانش هينهي بطوله الدوري عنده، كان هيحصل نفس الموقف ده بقى. ونفس الشكل ده اعلم، وهيبقى بين فرقتين بس فقط هناك، ونفس الكلام ونفس لازم استنى البطوله بتاعت بكره عشان الدنيا تهدى والمكسب يحصل باذن الله، وكمان والعمليه هتعدي واللعيبه هتروح المنتخب وترجع من المنتخب عادي جدا، والبطوله هتنتهي في ميعادها وكل حاجه، وهيبقى هنرفع الشابوه لاتحاد الكوره كله. اللي هو الحقيقه انا صعبين عليا يعني انا شخصيا صعبين عليا جدا يعني ان هم في الموقف ده كله مين؟ وكل اتحاد الكوره يعني في نفس الموقف ده مع الضغط. مين اللي حط الموقف ده يا فندم؟ ما هو احنا كلنا عارفين مين اللي حط الموقف ده. ممكن اقول لحضرتك حاجه بس يعني، اصل خلي بال حضرتك كل الاسئله اللي بتتقال امبارح او كل الناس اللي بتفند قرارات النادي الاهلي امبارح تتكلم في اسئله يعني ناس تقول لك ايه. وانا الحقيقه الموضوع ده يعني مضايقني، لانه هل النادي الاهلي بجماهيريته بادارته بلاعبته هياخد قرارات علشان عبد الله السعيد وخربين مش هيلعبوا ماتش بيراميدز مثلا؟ مفيش. تخيل ان في ناس بتقول كده. مفيش خالص. هو هل النادي الاهلي كل كلمه قالها
كل كلمه قالها نفذها. والناس اللي بتقول لك ايه اصل انتوا ليه كنتوا موافقين قبل ما تتعادلوا مع الاسماعيلي وليه بعد ما تعادلتوا مع الاسماعيلي بتقولوا؟ هل انت عمرك سمعت مسؤول في النادي الاهلي بيعلن عن ان هو موافق على ان الدوري ينتهي بعد نهايه الامم او اي مسؤول في اي نادي تاني او اي مسؤول في اي نادي تاني؟ مش الاهلي بس. لا يعني احنا لو عندنا احنا الكره في ملعبنا وطلعنا مبدا تكافؤ الفرص بجميع الانديه والسوشيال ميديا كلها ايدت كل ده واحترام القرار اللي حصل امبارح، هل في حد طلع من اي نادي مشترك في المسابقه قال انا ما عنديش مانع العب بعد انتهاء البطوله؟ انا ما شفتش ولا ما شفناهاش لغايه دلوقتي. هل النادي الاهلي ومسؤوليه اللي قالوا ان احنا مش هنلعب اي ماتشات غير لما الزمالك مثلا يلعب كل ماتشاته المؤجله، ولا نادي الزمالك رئيس نادي الزمالك هو اللي قال هذا الكلام؟ الشيخ مرتضى قال هذا الكلام من خلال فيديو. خلينا نشوف. طب الاول اسمع حضراتكم الجزء ده تسجيل صوتي يعني من المستشار مرتضى وهو بيتكلم في هذا الموضوع، نسمع ونرجع نكمل. ماشي. استاذ عامر حسين صاحبي وحبوي حبيبي واخويا وانا بريدة صاحبي كنا بنتكلم النهارده، مش هلعب متوشتي قبل الاهلي ما يخلص مؤجلاته. مش هلعب متوشتي قبل الاهلي ما يخلص مؤجلاته. مش هلعب تاني، اهو كلامي واضح، مش هلعب متوشتي قبل الاهلي ما يخلص مؤجلاته عشان يبقى فيه تكافؤ فرص. ادي واحد ثانيه واحده حبيبي. نمره اتنين، سيد تركي الشيخ طلب حكام اجانب ماتش الزمالك وبيرمس، انا موافق ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله خالص. ليه؟ خلاص يا دام انت عملت مبدا حكام اجانب انا ما عنديش مشكله، يجي حكام اجانب واللي ربنا يوفقه. النهارده دعم الزمالك 3-4 واللي جه في العارضه انا اسف يعني المقاولين هي الهجمه الوحيده جت جول، ان احنا شفنا طبعا، لكن نقول اهو تاني مش هلعب متوشتي يا حاج عامر الا تكافؤ الفرص. يعني ده لا احنا انا لا، هو من حقه على فكره ان هو يقول اللي هو عايزه، من حقه ان هو يدافع عن مجلس ادارته او يدافع عن قرارات نادي. أكيد هو أكيد. كل واحد في مجلس اداره، رئيس مجلس اداره هو حر يقول اللي هو عايزه من خلال جمعيته العموميه اللي انتخبته، مظبوط. لكن يا جماعه في مسؤول من مسؤولين النادي الاهلي طلع على هذا الكلام؟ لا انا ما افتكرش ان ده حصل. ليه؟ لان النادي الاهلي دائما بينتظر ايه يا كابتن فتحي؟ بينتظر القرار الرسمي. يعني الاستاذ محمود بيقول لي ايه، انا حسيت ان مجلس اداره الاهلي اتاخر شويه في ان هو ياخد هذه القرارات. عارفين لو كان خدها من اسبوع كان ايه اللي حصل؟ كان قالوا له هو حاجه وصلتك رسمي عشان تقول الكلام ده؟ مفيش اي حاجه. فهو لازم النادي الاهلي كان يستنى الجدول الرسمي اللي نازل له علشان ياخد قراراته. ده جدول رسمي اللي حضرتك بتتكلم فيه اللي هو يرد عليه اللي هو حرس الحدود او الجونه لانه لغايه وقت قريب ده القرار الرسمي. حتتين يا كابتن اسلام، اتفضل. حته انهم يقولوا اتعادلت مع الاسماعيلي، احنا عارفين ان اللي هيحدد تعادل الاسماعيلي لم يغير بطوله الدوري، بطوله الدوري تفصلها مباراه اهلي وزمالك بالظبط كده، هي دي اللي هتحدد. يعني نتيجه التعادل ما تفرقش او ليه ما تفرقش، اللي يفرق مباراه اهلي زمالك هي اللي تحدد. اذا دي الاسلوب ده مش واضح. امبارح لما النادي الاهلي طلع قراره، قبل ما يطلع القرار كان تقريبا نقول 50% متضامنين مع النادي الاهلي، 25% مترددين، و25% ضد النادي الاهلي. بعد القرارات اللي اتخذت دي انا حسيت ان الكفه زادت اللي هم مع النادي الاهلي، وبدات الانديه ترد ولا في السوشيال ميديا ولا كده، يمكن وصل ل 80-90%. يا فندم انا خليني اقول لحضرتك ان هنا على الهواء مباشره امبارح 4 انديه والنهارده 3، يعني اذا دي 7 غير النادي الاهلي. اذا من قرار، يعني اذا في تحول مش الانديه بس والراي العام والسوشيال ميديا، اتحولت كلها دلوقتي اصبحت في صف، هي مش في صف النادي الاهلي، هي مع الحق مع المنطق كابتن فتحي مع العقل. استاذ محمد طويله ثبت خلاص تماما انه ما عندوش منافسه في الوجود، والراجل قال نفس المساواه ونفس التكافؤ ونفس الكلام. لازم يعني ده بالادهق ممكن يقول لك ايه، المنظومه كلها هي اللي عملت فيا كده، الدنيا هي بالظبط كده، كان سهل انا جدا. مش عارف ايه، انا مش عايز الدوري ده يكمل، كان ممكن يتجه سلوك تاني واتجاه تاني يحافظ على حقه. لكن هو قال كذا يعني القطاع اللي حصل في الدوري فعلا فني ايه، ان انت ما تغيرش في لائحه مسابقه الا بموافقه الجمعيه العموميه او المجموعه المشاركه. الله يفتح عليك. فهو في الحاله دي انت غيرت،
غيرت طريقه التحكيم. هل في مباراه تحكم بست حكام ومباراه باربع حكام في نفس الدوري؟ يعني لا اما كله يعني لا اما الحكام الاجانب بيجوا ثلاثه بس والرابع بتاعهم اذا هم الاربعه. مفيش حكم مساعد خلف الحارس ولا خلف المرمى ده ولا خلف المرمى ده. مباراة تانية بيبقى فيه، طب ما هي نفس الفرص نفس الاجوان نفس الفكر وممكن تضيع نفس القصة، طب ازاي وفي مسابقة واحدة؟ فاذا التغيير اللي هم عملوه ده هو عنده حق فيه لما هو بيقول لابد ان ياخدوا رأي الاندية. ممكن الاندية تقول اه ولا هو الاهلي يا كابتن لا عمره اعترض على كل ثلاث ايام ماتش قبل البطولات والتصفيات الافريقية اللي احنا بنلعب فيها ولا البطولة العربية، وبنلعب باسم الاهلي اللي هو طول عمره هو اللي عنده المبدأ وهو التكتيك. لو اتعالجت صح ما ممكن. انا عندي دلوقتي مرض دلوقتي في الحتة دي، انا عندي مشكلة عندي ضغط اعالجها، ازود عدد اللعيبة البدلاء، اقدر ان الانذارات ان انا بدل ثلاثة يبقى اربعة، بحيث ان انا احافظ على سلامة اللاعبين. الراجل بيقول لك دلوقتي اللعيبة مش يعني هو كان نجوم بيقول لك مش ب 5 مليون وب 6 مليون اذا دخلت في الميات. اذا انت عمرك شفت النادي الاهلي عمل ازمه او ضغط على اتحاد الكوره او عمل اي حاجه؟ طول عمر النادي الاهلي زي ما هو النادي الاهلي، احنا طول عمرنا وجهنا حاجه او مشكله لاي حد في اي حته. لا انت ما بتصدرش، احنا بتعمل ايه؟ واحنا الواجهه بالدافع، واحنا الواجهه الاولى، خدت بالك؟ انت عايز الحق يعني. انت انا بقول لك بالبلدي بقى، انت عمرك شفت اي مجلس اداره في النادي الاهلي من يوم ما مسك عمل اي حاجه بالنسبه للاتحاد الافريقي، بالنسبه للدوري الاتحاد المصري، بالنسبه لاي حته في العالم؟ احنا عندنا دستور بنمشي عليه يا كابتن فتحي، خلينا نتكلم بقى مظبوط يا كابتن فتحي، احنا عندنا دستور بنمشي عليه اسمه الاهلي، الكيان المبادئ الاخلاق، احنا ما عندناش حته بنخرج براها، ومش هينفع اي حد يجي او موجود هيخرج بره الثلاث كلمات دول. اضافه دي برضو عشان برضو النقطه اللي بتقال، احنا من 2002 حتى الان احنا الممثل المصري الوحيد لبطولات امم افريقيا. انت بتشارك في كل البطولات دي، معنى انك بتشارك في كل البطولات دي يبقى انت لو كنت انت عايز تصدر مشاكل كنت صدرتها قبل كده، لانك انت كنت الممثل الوحيد لدوري ابطال افريقيا. يعني دوري ابطال افريقيا البطولات كده يعني، هي مش جديده على النادي الاهلي هو يمثل افريقيا او اي فريق تاني. شرف لمصر ان يبقى فيها فريق واثنين وثلاثه عموما. لانه يعني عايز افكرك بان رامو لما حط الكوره فينا في بطوله افريقيه ومهمه جدا في وقت مهم جدا بالنسبه لنا احنا، ان احنا نقرر ان احنا اصحاب السياده في افريقيا، خدنا بعضنا وخرجنا واحترمنا ال 90 دقيقه اللي لعبنا فيهم وبنجيب اللوم علينا احنا. ما دخل فينا جون باليد، احنا النادي الاهلي نجيب اثنين وثلاثه واربعه، وده المفروض، واحنا اللي بنلعب كاس عالم الانديه. اخيرا يا كابتن شريف، اخيرا يا كابتن فتحي، لو حضرتك عايز تقول كلمتين في نهايه هذه الحلقه. لا، في نهايه هذه الحلقه ان المفروض لابد ان احنا نفكر بعين العقل والعلم، العلم والعلم والعلم والفكر. أيوة. ومصلحه الكره المصريه، ومصلحة الكرة المصرية سلامة اللاعبين، مصلحة الكرة المصرية الحفاظ على كل واحد ياخد حقه، لكل واحد ياخد حقه بالمساواة بالعدل بما يرضي الله. احنا هي مش مجاملة ان انا بعمل حاجة، لكن انا بنظم شيء لازم يكون هناك فيه تضحية طبعا. تضحية في ايه؟ تضحية من اجل الحق ومن اجل الصح، وما افكرش تحت رجلي، افكر في الموسم القادم. الموسم القادم لو انت لعبت مباريات بعد كاس افريقيا، اعرف ان الموسم القادم انتهى بالنسبه لكل فرق مصر ولاعيبه مصر. المستوى عندنا دلوقتي لا يبشر بخير على مستوى الكره المصريه كلها فنيا. انا فنيا مفيش سواء الاصابات او راجع من اصابه او لعيب بيلعب، هذا الكم الكتير من الاصابات والمستوى، لانك انت ما بتصلحش اخطاء. اللاعب بيكرر اخطائه، بيلعب 10 ماتشات وبيكرر اخطائه لانه ما عندوش وقت يصلحها. اذا لابد 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 نفكر في المستقبل. لو فكرنا في المستقبل هنخلص هذا الدوري قبل ان شاء الله بطوله افريقيا. لو المنتخب خد لعيبته يروح يلعبوا الماتشات بتاعتهم ويرجعوا، والجدول يتعمل كده ممكن لغايه يوم 10، وانت عندك الماتشات الدوليه الوديه اللي هتتلعب 13 و16، يعني انت ممكن لغايه يوم 10 انت ممكن تخلص الماتشات دي لو اتعملت كل 72 ساعه زي ما اتعملت قبل كده. تمام كابتن شريف، انا زي ما زلت عند رايي ان اتحاد الكوره عنده مليون حل للموضوع ده، وهم منتظرين ماتش بكره يعدي على خير باذن الله ونادي الزمالك ياخد البطوله. بعد كده هتلاقي كل الحلول اتطرحت وكل مبدا التكافؤ والفرص وكل شيء بالنسبه للانديه كلها هيطرح،
مبدا زكاه اللعيبه تخش المعسكر وترجع من المعسكر وكل كل الدنيا هتبقى سموث خالص وجميله جدا باذن الله. الزمالك يعمل ياخد البطوله بكره باذن الله، كلنا بندعمه وكلنا ورا فريق وطني مصري نادي الزمالك بكره عشان الناس تفهم احنا جوانا ايه، وعارفين ان دي بطوله تخصنا كلنا يعني، وبطوله افريقيا دي تخص مصر برضو، ان وصول فرقه من عندنا للفاينل دي حاجه تساعدنا كلنا. انما انا عارف ان اتحاد الكوره كابتن فتحي كابتن اسلام وانتم عارفين معايا عندهم الحلول في ايدهم سهله جدا، هي مش معضله خالص. اربع ايام يعني دي مش معضله، والسيد رئيس حد عدى في اقوى من كده كتير قوي في المحافل الدوليه والمحافل الافريقيه وفي كل حته، والدنيا عنده سهله جدا، بس هو بيواكب الامور يا كابتن وبيوازن الدنيا وبيمشي شويه وبيمشي هنا. الراجل عايز الدنيا تمشي لغايه اما نوصل للبطوله الافريقيه سلام باذن الله، واعتقد ان البطوله هتخلص قبل البطوله الافريقيه. نتمنى يا رب كل التوفيق لاتحاد كره القدم فان يصدر قرار خلال الفتره القادمه يستفيد منه او تستفيد منه الكره المصريه كامله وليس النادي الاهلي فقط، زي ما حضراتكم شفتوا تقريبا مش عايز اقول اجماع ولكن عدد كبير من الانديه التي تؤيد قرار النادي الاهلي بانتهاء او بطوله الدوري قبل بدايه كاس الامم الافريقيه، وده اللي احنا محتاجينه او ده اللي احنا عايزينه السنه الجايه، اللي يفوز يفوز واللي ينزل ينزل واللي يطلع يطلع واللي يعمل كل حاجه يعملها، ولكن لمصلحه الكره المصريه يجب ان ينتهي هذا الموسم قبل بدايه كاس الامم الافريقيه. نتمنى كل التوفيق لاتحاد كره القدم في اختياراته خلال الفترة القادمة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر الكابتن فتحي نصير، بشكرك يا كابتن على وجودك معنا، شكرا جزيلا، بشكر حضرتك كابتن شريف، شكرا جزيلا على وجودكم معنا النهاردة، كل سنة وحضراتكم طيبين. أشكركم أعزائي المشاهدين وإن شاء الله هنلتقي قريبا في حلقة جديدة من ملعب الأهلي.